عليكم أعزائي المشاهدين، ولقاء جديد مع ما وراء الأحداث. هنستعرض مع حضراتكم النهاردة في بداية حلقتنا وبسرعة كده بعض الأخبار على مستوى الشرق الأوسط وعلى المستوى العالمي، وطبعا بعد ما نخلص الأخبار دي والعرض السريع هنتناقش ويكون معانا ضيوفنا زي ما احنا متعودين بالنسبة للأمور اللي حاصلة في مصر، سواء من ناحية المعتصمين واللي ما زالوا معتصمين في ميدان التحرير وإيه الجديد، وبالنسبة للوزراء الجداد وكل ده، وكمان طبعا الأخبار القبطية. لو ابتدينا ببعض الأخبار، ويمكن أنا زي ما حضراتكم متعودين معانا في ما وراء الأحداث دايما بيكون عندنا رويترز والبي بي سي عربيك، يمكن هم أكتر موقعين بنحاول أن احنا نعرض على حضراتكم بعض الأخبار منهم. لو ابتدينا من البي بي سي هنلاقي أنه في بعض الأخبار عن سوريا للأسف، وكانت الأخبار دي الحقيقة يعني انتشرت أيضا في باقي المواقع. سوريا منظمة العفو تعرب عن مخاوفها من تعرض المعتقلين للتعذيب، واللي كان حاصل الحقيقة بالأمس أنه كان يوم الثلاث كان في مظاهرات حاشدة في سوريا في حمص، وتوفي أعداد كبيرة، وكان بيقال ما بين المؤيدين والمعارضين كان في مظاهرات مؤيدة ومظاهرات للمعارضين، لكن اللي حصل أنه للأسف الشديد في عدد وفيات كتير خالص كانوا بالأمس، وبيقال قال ان ده كمان 10 كانوا اثناء تشييع جنازة 10 تاني كانوا توفيوا، وبيقال انه في مش قادرين لا الصحفيين ولا النشطاء يدخلوا، ممنوعين من قبل الحكومة السورية، وفي كلام كتير عن هذا الامر. وزي ما بقول لحضراتكم الوضع ملتهب جدا في سوريا، والامور محدش عارف هتوصل لغاية فين، وبالتالي ده اللي خلى ان منظمة العفو الدولية اعربت عن مخاوفها من ان يكون عشرات السوريين المعتقلين تعرضوا الى التعذيب بعد اعتقالات جماعية قامت بها السلطات خارج العاصمة دمشق. وقالت المنظمة في بيان أن العشرات اعتقلوا عقب غارة استهدفت متظاهرين منادين بالتغيير السياسي مؤخرا، وتقول جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان أن أكثر من 1600 شخص قتلوا خلال الانتفاضة التي تشهدها معظم أنحاء سوريا. ودخلت المظاهرات المنادية بالتغيير السياسي في سوريا شهرها الرابع على الرغم من الدعوات التي أطلقتها الحكومة لبدء حوار وطني في البلاد. وزي ما قلت لحضراتكم قتلى في حمص، قال سكان من حمص أن القوات السورية والميليشيات المولية للرئيس بشار قتلت 16 شخص يوم الثلاث، وأفادت الأنباء أن من بين هؤلاء القتلى 10 أشخاص كانوا يشيعون ضحايا المواجهات التي وقعت يوم الاثنين. ونقلت وكالة رويترز عن ناشطين أنه بسقوط هؤلاء القتلى 16 في حمص يرتفع عدد السوريين الذين لقوا حتفهم منذ عطلة نهاية الأسبوع إلى 33 قتيلا، لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن العدد قد يصل إلى 50 قتيلا. ده زي ما بقول لحضراتكم بالنسبة للأخبار اللي تناقلتها البي بي سي ورويترز بالنسبة للأمور اللي ليها علاقة بالأحداث اللي بتحصل في سوريا. وهناك بعض الأخبار أيضا عن أنه يعني في هيحاول يكون في تدخلات على المستوى العالمي والاتحاد الأوروبي علشان الأمور اللي بتحصل بالنسبة لسوريا. أيضا هناك خبر من باكستان، وهو الحقيقة حصل زلزال في أوزبكستان عفوا وكيرغستان بوسط أسيا، وقتل 13 شخص في هذا الزلزال، وأيضا هذا منقول عن البي بي سي. ده حصل زي ما بقول لحضراتكم يعتبر يعني بالأمس تقريبا أو النهاردة، هشوف معاكم الخبر. قتل 13 شخص واعتبر آخرون في عداد المفقودين إثر زلزال ضرب جمهوريتي أوزبكستان وكيرغستان في وسط أسيا، كانت نسبته حوالي 6.1 درجات على مقياس ريختر. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نتيجة للزلزال تهدمت بعض المباني القديمة في منطقة كرغانا، وطبقا للحصيلة الأولية قتل 13 نتيجة لسقوط البيوت التي تصدع. وده حصل مساء الثلاثاء الساعة 7:30 بتوقيت جرينتش هذا الزلزال زي ما بقول لحضراتكم، وأنه الزلزال بيقال أنه دام 3 دقائق كاملة، وشعر جميع السكان بالخوف وكل شيء كان بيترنح بالنسبة لموضوع الزلزال.
لو انتقلنا لخبر آخر وهنقله لحضراتكم عن أيضا رويترز، هم برضو جايبين نفس الأخبار بالنسبة لسوريا زي ما أنا قلت لحضراتكم، وحتى البي بي سي كانت نقلة عن رويترز. لكن بالنسبة لليبيا في بعض المفاوضات، لكن الحقيقة كل التقارير بتقول أنه تنحي القذافي بالنسبة لليبيا غير وارد في يعني في أي تفاوضات على الإطلاق. ويمكن ده كان الحكاية دي في النهاية زي ما بقول لحضراتكم، إنه كان واضح من كل التقارير ومن الخطابات الأخيرة بالنسبة للقذافي إنه هو مصر على إنه هيبقى في ليبيا، وكان قال حتى في آخر مرة إن شعبه مستعد للاستشهاد في سبيل ليبيا وفي سبيل محبتهم للقذافي. والحقيقة كان بيتوعد كمان الاتحاد الأوروبي والأوروبيين وساركوزي بالنسبة للموضوع ده. فالخبر اللي منشور بيقول وزير الخارجية الليبي يقول إن رحيل القذافي ليس محل نقاش. نفى وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي يوم الأربعاء إجراء محادثات بخصوص خروج الزعيم الليبي معمر القذافي ومن السلطة، لكنه قال إن حكومته تريد إنهاء الصراع الدموي في البلاد على نحو يرضي كل الليبيين. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن العبيدي قوله بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافراف، رحيل القذافي ليس محل نقاش. وأيضا ذكر العبيدي أن المواجهة بين حكومة القذافي والمعارضة التي تسعى لإنهاء حكمه المستمر منذ 41 عاما لن تسوى بالقوة. ونقلت عنه أيضا وكالة انترفاكس قوله إن المساندة الأجنبية للمعارضة لن تساعد في حل المشكلة. ده بالنسبة للأخبار الأخيرة عن ليبيا، واضح طبعا قد إيه تمسك القذافي بالحكم في ليبيا، ومش عارفين برضو لغاية دلوقتي إيه اللي هيتم بالنسبة للأمور دي في الفترة القريبة. الحقيقة محدش عارف. أيضا هناك مواضيع لها علاقة بالتصنت في بريطانيا، إنه في فضيحة للتصنت وكانت محاولات اعتداء هناك، وإنه فضيحة التصنت زعزعت تعتبر ثقة الشعب البريطاني في الصحافة. والحقيقة دي الأمور دي يمكن متطر يعني بتشغل الشأن أو في بريطانيا الفترة اللي فاتت دي كانت مجال نقاش ومجال أيضا يعني محادثات كثيرة ولقاءات كثيرة في المجتمع في بريطانيا. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قال إن فضيحة التصنت على الهواتف من جانب صحيفة نيوز أو ذا وورلد قد زعزعت ثقة الشعب البريطاني في الصحافة والشرطة والسياسيين، وقال إن الشعب يتوقع من السياسيين أو ينصرفوا أن ينصرفوا عن هذه مثل هذه الأمور وأن يولوا اهتمامهم لأمور أكثر أهمية مثل قضايا التوظيف والهجرة والرعاية الاجتماعية. لأن زي ما بقول لحضراتكم كان هذا الأمر مسار حديث كبير جدا في الفترة اللي فاتت بالنسبة لهذه الصحيفة، والمفروض أن كانت الصحيفة دي أنتجت يعني طلعت على الشعب البريطاني آخر عدد منها وأعلنوا كلهم أن خلاص الصحيفة دي اتقفلت، لكن واضح أنه لسه الشعب مازال والسياسيين مازالوا بيتحدثوا في هذا الشأن. ويمكن هنا ديفيد كاميرون بيحاول ينصح البريطانيين والسياسيين والكل أن هم يهتموا بقضايا أخرى بتشغل البلاد أكتر من هذه القضية. وكاميرون تحدث أمام الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس العموم البريطاني يوم الأربعاء للاستماع إلى شهادته في ملابسات تورط شرطة العاصمة البريطانية في التعاون مع صحيفة نيوز أوف ذا وورلد في قضية التصنت على هواتف شخصيات بريطانية بعينها. وقال كاميرون أنه أمر بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق في هذه القضية على أن تبدأ عملها على وجه السرعة، ولكنه دافع عن قراره بتعيين أندي كالسن وهو أحد مساعدي روبرت ميردوخ صاحب صحيفة نيوز أوف ذا وورلد للعمل مستشارا صحفيا في عام 2007 بالرغم مما كان يشاع عن علاقته بعمليات التصنت على الهواتف. وقال أنه سيقدم اعتذارا على ذلك القرار إذا تبين أنه كان نتيجة خداع أو تضليل، وأضاف أن الإنسان يعيش ليتعلم وأنه شخصيا قد تعلم. فيعني يمكن ده موقف فعلا بيشهد له لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في هذه القضية اللي زي ما بقول لحضراتكم كانت مسار نقاش كبير جدا في الوسط البريطاني في الفترة الماضية. ده يمكن نقول عرض سريع بالنسبة للأخبار اللي هي كانت يعني كم خبر كده. احنا زي ما بنقول مش بنقدر نغطي كل الأخبار، لكن على الأقل بنجيب لحضراتكم أهم الأخبار اللي هي واخدة أكثر قراءة وأكثر تعليقات بالنسبة للموقعين زي ما قلت لحضراتكم سواء رويترز أو البي بي سي.
لو انتقلنا بالنسبة لأخبار مصر، وطبعا هناك الأخبار من الأخبار كثيرة والتطورات أيضا كثيرة. يمكن أول خبر أنه خرج رئيس الوزراء عصام شرف من المستشفى، وبيقال أنه هو بيسترد صحته، وطبعا الحمد لله على سلامته. أيضا خبر آخر من أنه إن شاء الله غدا الوزراء الجدد سيؤدون اليمين أمام اليمين القانونية أمام طنطاوي. زي ما قلت لحضراتكم، مجموعة الوزراء الجدد اللي هم تم تعيينهم بالنسبة للتغيير الوزاري اللي كان حصل من حوالي يومين، وكان وقتها قالوا أنه مش هيحلفوا اليمين دلوقتي نظرا لأنه في مشاورات، وبعدين اتضح بعد كده أنه كمان كان في وعكة صحية تعرض ليها عصام شرف. وبالتالي طبعا دلوقتي تحدد الميعاد ان هو هيكون غدا ان شاء الله هيحلفوا اليمين امام طنطاوي. ده بالنسبة للأخبار عن الأمور اللي هي بالنسبة للوزراء. لكن طبعا بالنسبة للتحرير وبالنسبة للثورة وثورة الغضب الثانية وصفحة ثورة الغضب الثانية، فهم عاملين استفتاء الحقيقة في صفحة ثورة الغضب عن التصعيد، وبيقولوا السؤال اللي بيطرحوه: هل حان الوقت لتصعيد الموقف؟ وطرحين الإجابات بنعم أو لا، أو كان لازم نصعد من بدري. الآراء لغاية دلوقتي الكثيرة رايحة ناحية كان لازم نصعد من بدري. وهم بيدعوا من خلال صفحتهم انه بيقول يا ريت الناس كلها تنقل هذا الاستفتاء بالنسبه للتصعيد على كل الصفحات، علشان ان احنا عايزين نشوف اراء الناس. ليه؟ لانه في ناس كتير بيقولوا لا، عشان حصل تغيير وزاري وعايزين ينتظروا ويشوفوا اليات الوزراء الجدد. انا عاوز اقول لكم، ده الادمن من الادمنز بتوع صفحه ثوره الغضب بيقول كده، يعني على عرض هذا السؤال بيطرح ليه عرضه، وبيقول الناس بتقول ايه عليهم. فهو بيقول انا عايز اقول لكم اننا اصلا مش معتصمين عشان تغيير وزاري، احنا معتصمين عشان اوامر الثوره وحقوق الشعب المصري. فده زي ما بقول لحضراتكم، احنا بنتابع من صفحة ثورة الغضب، لان هي في الفترة الاخيرة اللي يمكن نقول بتغطي وبتصدر منها بيانات بالنسبة للثورة وبالنسبة للاعتصام اللي هو حاصل في التحرير هذه الايام. فهذا السؤال مطروح في صفحتهم للي يحب ايضا يشارك في هذا الاستفتاء. وان زي ما قلنا لحضراتكم وعلقنا من اول ما صدر الاسماء بتاعت الوزراء الجدد، وايضا موضوع انه في تغيير الوزاري ده، المعتصمين ما كانوش راضيين عن الامور دي، وبدا ايضا كمان زي ما علقنا في حلقتنا اللي فاتت عن بعض الاسماء الاعتراضات تكون بكثره. لكن في المجمل هم رايهم ان احنا مش معترضين عشان يحصل تغيير الوزراء، احنا معترضين عشان حاجات كتيره جدا، من ضمنها طبعا وكان من أولها موضوع محاكمة مبارك وأعوانه، محاكمة علنية، الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، عايزين كمان أنا بفكر حضراتكم بالمطالب بتاعتهم، هم عايزين الدستور أولا، وبدأت الأصوات تعلو في موضوع الدستور أولا وموضوع أن مصر تبقى مدنية، عايزين أيضا أنه يكون في مجلس رئاسي ويكون في أحد أعضاء المجلس العسكري بيمثل في هذا المجلس الرئاسي، ودي كلها. وهم برضو كان في دعوات لأنه ما يبقاش في حكم عسكري وانه ينتهي الحكم العسكري، وكانت الدعوات دي على اساس ان يوم 23 يوليو يكون حسم هذا الامر. فزي ما بقول لحضراتكم، دي كانت الامور اللي هم يعني متعرضين ليها بالنسبه للثوره والاعتصام. فده رايهم، انه مش موضوع تغيير وزاري هو اللي هيحل الموضوع ولا هو اللي هيحل الاعتصام، عايزين ينظروا المعنيين بالدوله حاليا وبالحكومة المؤقتة للمطالب اللي هم حاطينها في وسط ميدان التحرير، ومحطينها بخط كبير جدا علشان يقولوا للناس هو انتوا ايه الحكاية. يعني احنا حاطينها بصورة واضحة جدا ليكوا كلكوا، انتوا ايه الموضوع وليه دايما بتحاولوا تعملوا اشياء اخرى مش احنا اللي مش بنطلبها ومش مطلوبة في الاعتصام، فبالتالي الاعتصام مستمر. ايضا كان في فضيحة الفضالي وموقعة الجمل، وده كان تعرض للحقيقة الإعلامي يسري فودة في برنامجه آخر كلام. والحقيقة أنه نتج عن هذا السبق الصحفي للإعلامي يسري فودة كثير من الأمور، منها أنه حصل بلاغ تاني ضد ساويرس، ضد نجيب ساويرس وضد يسري فودة، بس مش عشان موضوع الرسوم بقى وميكي ماوس وميمي والكلام ده كله، لكن علشان خاطر أن هم اعتبروه تشويه سمعة شخصية زي فضالي. فالكلام اللي كان مكتوب أنه توقف
مؤتمر أعمال مؤتمر الوفاق القومي بعد تفجر فضيحة تورط الفضالي في موقعة الجمل. تسببت فضيحة تورط أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي في توقف أعمال لجنتي القوات المسلحة والشؤون التشريعية بمجلس الشعب التابعة لمؤتمر الوفاق الوطني الوفاق القومي، حيث وقام أعضاء اللجنتين بإخبار أمانة مجلس الشعب بامتناعهم عن حضور اجتماعات اللجنتين بعد تفجر فضيحة الفضالي الذي يرأس لجنة الشؤون التشريعية. وأعلنت مصادر في اللجنتين أنه تم إيقاف اجتماعات مؤتمر الوفاق القومي نهائيا بعد تبين تبعية عدد كبير من أعضائه للحزب الوطني المنحل ولفلوله. وقام ائتلاف العاملين بمجلس الشعب بتوزيع منشور حول خلفية الفضالي الذي يطلق على نفسه لقب مستشار. ده حضراتكم ناقلينه صفحة ثورة الغضب عن صفحة أخرى اسمها أنا ما قلتش نعم للمجلس العسكري يا سادة اللواء، ساعة ما كان اللواء الرويني في إحدى لقاءاته وقال إن الاستفتاء الأخير كان استفتاء للمجلس العسكري. هم عاملين صفحة أيضاً، الصفحات على فكرة بدأت يعني كل شوية دلوقتي بنلاقي صفحة جديدة على الفيسبوك اعتراضاً على شيء أو تعليقاً على شيء، لكن موضوع قصة أحمد الفضالي ده الأخيرة هو الحقيقة اللي حصل. إنه يسري فوده فاجئ أحمد الفضالي أثناء البرنامج آخر الكلام بأنه عرض له فيديو بيثبت أنه هو كان متواجد أثناء معركة الجمل، وده طبعا يعني يعتبر أنه إثبات أنه في تورط ليه بشكل من الأشكال بالنسبة لموقعة الجمل الشهيرة اللي كانت أثناء طبعا أيام الثورة الأولى أو الثورة 25 يناير أو الثورة الأساسية اللي احنا دلوقتي بنقول أن هم مكملينها. ده برضو خبر من الأخبار اللي الحقيقة لاقت إقبال كبير، وزي بقول لحضراتكم كان نتيجة لهذا الخبر أو لهذا السبق الصحفي مع يسري فودة أنه نتج عنه بلاغ للنائب العام من أحمد فضالي ضد كل من نجيب ساويرس كصاحب القناة وأيضا يسري فودة، أنه هو يعني بيتهمهم أن هم يعتبروا شوهوا سمعته. من الأشياء اللي حدثت أيضا بالنسبة كان في مسيرة برضو من التحرير كانت رايحة لمكتب أو راحت لمكتب النائب العام لمنعه من دخول مكتبه، والمسيرة دي احنا عندنا فيديو بيرصد هذه المسيرة فممكن ان احنا نجهزه برضو ونشوفه مع حضراتكم. دي كانت برضو في بعض الهتافات اللي اتقالت أمام مكتب النائب العام، وزي ما قلت لحضراتكم كان من ضمن الأشياء بفكركم برضو اللي ما كانش متابعنا ان من ضمن الأشياء والمطالب اللي كانت تفجرت في ميدان التحرير في هذا الاعتصام الأخير نفس السيناريو، انه المطالب بيبقى في مطالب معينه وسقف المطالب ده بيتصاعد وبيعلو لما ما بتحصلش اي تنفيذ لبعض هذه المطالب. وكان من ضمن الحاجات الواضحه جدا في التحرير في الاعتصام الاخير ان هم كانوا بيطالبوا باقاله النائب العام، كانوا بيطالبوا ايضا بانه المشير ما يبقاش هو اللي حاكم البلد كممثل للمجلس العسكري دلوقتي، كانوا بيطالبوا باقاله جوده المالط اللي هو رئيس المجلس المركزي للمحاسبات على اساس انه كان ساكت على كثير من قضايا الفساد اللي كانت في الفترة اللي فاتت. احنا نفسنا نسمع برضو بالصوت حضراتكم ايه الهتافات اللي بيقولوها لما كانوا عاملين المسيرة لمكتب النائب العام. زي ما انتم سمعتوا ان هم معتبرين انه طالما انه في تباطؤ في محاكمه مبارك واعوانه يبقى معنى كده انه ازاي هذا يعني هم ده كلامهم انه ازاي النائب العام ممكن يحكم ويقضي بالنسبه للامور اللي هم بالنسبه للشعب المصري ككل. فده طبعا من الاشياء اللي زي بقول لحضراتكم كانت واضحه في خلال اللي حصل بالامس. ايضا كان ليهم برضو تعليق تاني انه بيقولوا للناس رمضان كريم، ثورة الغضب الثانية، وكل سنة وكل شعب مصر بخير. السنة دي رمضان في التحرير يا شعب مصر، جميل جدا اننا نفطر مع بعض 20,000 او اكتر ونصلي كلنا مع بعض، مش ماشيين الا لما مطالبنا تحقق.
فهنا واضح الكلام ده اللي بيقولوه، طبعا عايزين يقدموا رسالة واضحة جدا ان هم معتصمين، ما زهقوش، مش هيزهقوا، هيفضلوا لغاية ما مطالبهم تتحقق، حتى لما شهر رمضان هيدخل عليهم بيقولوا ان احنا هنقضيه برضو في التحرير وهنصوم مع بعض وهنصلي مع بعض في التحرير. ده ايضا من صفحة ثورة الغضب. كمان حضراتكم كانوا بيقولوا على تنبيه هام. التنبيه الهام ده انه بينبهوا بعض الاشياء على المعتصمين، وده كان من حوالي 14 ساعه على صفحه ثوره الغضب. بيقولوا انه وجب علينا تنبيه المعتصمين في التحرير واعضاء الصفحه انه في ناشطه سياسيه في الميدان اسمها دينا عبد الله، امراه 18 سنه، بتدعي انها احد ادمن صفحه ثوره الغضب وانها متحدثه باسمنا، وبيقولوا احنا كان يجب علينا ان احنا نعلم الجميع انها مش من ادمن الصفحه ومحدش وكلها للتحدث، فهم بيعلنوا ده انه دينا اللي في وسط التحرير مش منهم. الحاجة التانية الصقر الجارح بيقولوا أو المهندس حسام ليس من أدمن صفحة ثورة الغضب وليس متحدث باسمنا، إنما هو أحد أدمن صفحات اتحاد الصفحات الثورية، ولا يمثل صفحة ثورة الغضب من بعيد ولا قريب ولا يتحدث باسمنا في أي شيء، رغم ان هم كانوا قبل كده على فكره حاطين اعلان ليه بالنسبه في بدايه الثوره ان هو اللي كان هينظم الدخول بالنسبه للميدان وللامن بالنسبه لدخول الناس للميدان. وبيقال انهم يعني بيعلنوا برضو عن استغناء عن ادمن من الادمنز. طبعا كل الحاجات دي كلها واضحه عشان في بعض التصريحات وبعض الاشياء بتحصل في ميدان التحرير، وهم عايزين يكونوا بعيدين عن هذه الاشياء. وكمان كان حصل من الحاجات اللي حصلت في التحرير ايضا بالامس بعض الاشتباكات كانت ما بين الباعه الجائلين وما بين الثوار في التحرير، وانتهت بيقال بانهم طلعوا كثير من الباعه الجائلين دول خارج نطاق ميدان التحرير لما حدث طبعا من المشاكل اللي كانت موجوده ما بينهم. بيفكروا الناس كمان كل شويه بالاحداث اللي حصلت يوم الجمعه 8 ابريل والهجوم اللي كان حاصل ايضا على الثوار في يوم الجمعه ده اللي هو كان فجر السبت، وكمان اليوم اللي هو كان يوم الثلاث اللي كان حصل ايضا تعدي على بعض اسر الشهداء. فمن وقت للتاني بيفكروا الناس بالاشياء دي علشان يقولوا لهم ان كل الاشياء دي والتصاعدات اللي حصلت من قبل الشرطه ومن قبل الجيش او المجلس العسكري علشان كده هم معتصمين. فده الحقيقه من الحاجات اللي زي بقول لحضراتكم يعني كانت بيلقوا الضوء عليها في صفحة ثورة الغضب، وده لو جولة نعتبره جولة سريعة باللي بيحصل حاليا أو اللي حصل بالأمس في التحرير، وإن هم لسه مصرين على اعتصامهم إلى الآن. احنا النهارده على فكره يعني عايزين برضو علشان ما حدش يزعل مننا ندي فرصه للاتصالات، فاللي حابب ان هو يعلق على اي حدث من الاحداث اللي بتحصل في مصر ممكن ان هو يكلمنا على التليفونات اللي بتظهر قدام حضراتكم على الشاشه. والنهارده عاملين انه زي يعني انا مش عايزين حد يزعل مننا، عشان كده في اي وقت حضراتكم هتتصلوا احنا دلوقتي الامور يعتبر ما فيش حاجات جديده قوي نعلق عليها، غير ان انا برضو لما هننتقل للاخبار هنعلق على البيان اللي كان صدر من الكاتدرائيه بالنسبه للاحداث اللي كانت حاصله في الكاتدرائيه ومحاوله الهجوم على الانبا بولا والناس اللي كانوا معتصمين عند المجلس الكليريكي علشان موضوع الزواج الثاني وعلشان موضوع الطلاق المدني. فدي الامور اللي زي بقول لحضراتكم ما زلنا بنناقشها، وفي بعض الاخبار القليله بالنسبه للشان القبطي. فبنرحب بحضراتكم بتليفوناتكم بتعليقاتكم على كل الاحداث اللي بتحصل في مصر سواء بالنسبه للاعتصام او بالنسبه لاي أشياء أخرى على المستوى القبطي. أيضا من الحاجات الحقيقة الواضحة جدا دعوة الإسلاميين للمظاهرة اللي هي الجمعة القادمة، وإحنا الحقيقة معانا أعزائي المشاهدين ومع حضراتكم الأستاذة الكاتبة الصحفية إقبال بركة، بنرحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا. أهلا بيك، بنبقى سعداء جدا أستاذة إقبال لما بتشرفينا وتنورينا في البرنامج. أستاذة إقبال؟ أيوه أنا معاكي. طيب أنا ما كنتش بس سامعة، إحنا حضرتك لو تحبي الأول تقولي لنا رأيك إيه في الاعتصام اللي حاصل لغاية دلوقتي، وهل المعتصمين يعني شايفة حضرتك فعلاً هم واقعيين في المطالب وفي نفس الوقت واقعيين في إنه استمرار الاعتصام؟ المعتصمين اللي هم معتصمين عشان مسألة الزواج؟ لا احنا
التحرير، يعني عايزين نركز على التحرير، وبالتحديد ايضا الامور اللي هي انه ما كانش فيه سلفيين ولا اخوان مشاركين في الاعتصام الاخير ده، وكمان بيعلنوا عن ان هم ليهم مليونية تانية اعتراضا على بعض الاشياء من اللي بيحصل من الثوار، ومعتبرينهم ان دول بلطجية. ما هو شوفي هقول لحضرتك سبب المشاكل كلها أن المطالب الثورة لم تتحقق، وأن هناك في بطء وتراخي غريب جدا جدا في تحقيق المطالب. وبعدين كان ممكن أوي حل هذه المشكلة بأن المجلس العسكري أو حتى الحكومة أو متحدث رسمي يشرح الأسباب ويفهم الشعب إيه اللي بيحصل. لكن الأمور غامضة جدا ومحدش فاهم إيه اللي بيجرى، والناس حاسة إنها من غير ضغط مش هيتم اي شيء. وده تمام. بقى الاحساس العام عند الناس، ثوار وغير الثوار. طيب فانا حضرتك شايفه ان اتفضل. يعني عارفه حتى مشاكل الفئويه، مشاكل عامه، مشاكل مطالب الثوره، كل دي اشياء محتاجه ان يكون في متحدث رسمي يومي يناقش هذه القضايا ويتكلم فيها ويشرح بالظبط ايه اللي بيحصل، خاصة في المشكلة الرهيبة جدا بتاعت اهالي الشهداء. الشهداء. يعني اهالي الشهداء من حقهم انهم يعرفوا اللي حصل لاولادهم ده اخرته ايه؟ هل هتتم محاكمة المجرمين؟ هل هيتم التعويض؟ هاي مش عارف ايه، شيء مخجل جدا ان لحد النهارده حتى التعويضات يعني كأنهم يتسولوا، وده عيب عيب عيب، يعني دي حقهم علينا كلنا. يعني في بطء، في غموض، في تراخي، في أشياء كثيرة جدا هي اللي مسببة الاعتصامات دي. تمام. هم دلوقتي طبعا اعلنوا ان هم مصرين على ان هم هيفضلوا معتصمين لغايه ما تتحقق مطالبهم، وانه التعديل الوزاري اللي حصل الاخير ده مش هو ده اللي كانوا بيرجوه يعني علشان يفضوا الاعتصام، لكن بيحاولوا يقولوا ان زي ما حضرتك قلتي حق الشهداء، المحاكمات العلنيه، الحق بالنسبه للعداله الاجتماعيه والحد الادنى للاجور، كل دي اشياء هم لسه بيقولوا ان كل ده ما حصلش اي بت فيه ولا اي كلام عنه، وبالتالي هم مستمرين. بجانب طبعا الامور اللي تصاعدت، الاقاله، عايزين اقاله النائب العام، عايزين اقاله جوده المالت، ايضا كانوا معترضين برضو على العيسوي وزير الداخليه، يعني هم شايفين ان كل الامور دي ما حصلش اي استجابه ليهم فيها. بالظبط، ما ده اللي بقوله لحضرتك، ان هو بيطالبوا وما فيش فايده، وبعدين حتى ما حدش بيشرح لهم او بيفهمهم ايه الموضوع. يعني مش ضروري اي حد يقال، بس على الاقل يعني يحصل شرح ليه دايما عايزين يكون في سؤال ليه مطروح، لان احنا تعودنا من ان كل حاجه تحصل من غير ليه، والناس عشان كده ادارت ظهرها للسياسه وما بقتش تهتم بيها. النهارده الناس مهتمه جدا جدا، مش عايزه تسمع حاجه في الدنيا غير السياسه، وتفهم وتعرف وايه اللي حصل. المطالب اللي بيقدموها الثوار كلها مشروعه بصراحه، يعني وعادله جدا ولابد انها تحصل. انا مش عارفه ليه ما بتتحققش، مش قادره افهم يعني. طيب عايزين تعليق حضرتك على انه الاخوان والسلفيين، الاخوان كانوا راحوا يوم الجمعه بس الاولى، وبعد كده بقيه الوقت قالوا ان هم مش هيعتصموا وما راحوش الجمعه اللي فاتت، وفي نفس الوقت دلوقتي القوى الاسلاميه بما فيهم جماعه الاخوان المسلمين مطلعين بيان ائتلاف القوى الاسلاميه بشان جمعه 29 يوليو، بيحاولوا يحشدوا مجموعه ومسمينها قوى اسلاميه اهي، بان هم بيقولوا دعت الهيئه الشرعيه للحقوق والاصلاح مختلف القوى والتيارات الإسلامية للتباحث حول الظروف التي تمر بها الأمة في هذه الأيام والتحديات التي تواجه الشعب المصري. وبعد جلسة مطولة عملوا بيان كان فيه 5 نقاط، من ضمنهم إن هم مش عايزين وثيقة المبادئ الحاكمة اللي كان أعلن عنها المجلس العسكري، وكمان مش عايزين معترضين بيستنكروا حركة المحافظين والتشكيل الوزاري القادم، وأيضا
بيطالب الموقعون على البيان انجاز مطالب الجماهير من محاكمات عادله، عايزين كمان بيدعو الدوله والمجلس العسكري لتعديل الاوضاع المعكوسه وتقدير الاتجاهات الاسلاميه والوطنيه كافه بما يتناسب مع حجمها ودورها في الشارع المصري، وبيقولوا انه عدم اجابه مطالبهم العادله بتعتبر سببا كافيا لدعوه جميع المصريين الى مليونيه حقيقيه ومفتوحه يوم الجمعه 29/7 بميدان التحرير وذلك للدفاع عن الشرعيه. حضرتك شايفه ايه هم الموقعين على ده؟ هيئه شرعيه لحقوق والحقوق والاصلاح، دعوه سلفيه، اخوان مسلمين، جماعات اسلاميه، جبهه الاداره الشعبيه، وان هم دلوقتي انقسموا عن باقي التيارات السياسيه والائتلافات بالنسبه للثوره. السلفيين والجماعات الدينيه دي محتاج لتأني ومحتاج لنوع يعني قدر كبير من التأمل والصبر. اللي حاصل ان هم دلوقتي من كتر فرحتهم بانهم خرجوا من الظلام الى النور ومن الظلم الفادح اللي كان واقع عليهم الى العدل معاهم والنظر اليهم كمواطنين، عايزين يقفزوا على السلطه وياخدوا اكبر قدر من الحقوق الممكنه، وده شيء خطا وهيكون في غير صالحهم، لان كده بيثيروا الرغبه وبيثيروا الذعر عند الناس، خاصه وان افكارهم السابقه التي طرحوها ايام ما كانوا مضطهدين ومظلومين كانت افكار غير واقعيه وملهاش معنى. افكار غير واقعيه ما هتصير بل وهم في حاجه الى مراجعه نفسهم، وانا شايفه انهم بيراجعوا نفسهم، لكن المراجعه لازم تكون بشكل واضح وبشكل معلن ويبان بالظبط كده ان هم بيقولوا ويتفقوا مع بعض، لان الناس مذعوره. يعني انت لما تيجي الحكم وانت قبل كده قلت عايز تطبق الحدود هتقطع لي في ايدين ورجلين الناس ولا ايه؟ محدش النهارده بيتقبل الكلام ده، وبعدين حكايه انك هتفرض النقاب وتفرض الحجاب يبقى اجباري، محدش هيقبل ده، وبعدين حكايه ان انت مش عايز لقبطي يرشح ولا المراه، مش من حقك. ده مش من حقك ان انت تقصيهم كده على مزاجك، ومش عايز المراه تشتغل في العمل العام، وده كلام فارغ واثبت فشله الذريع ولم يعد العالم يتقبله. هناك اشياء كثيره جدا مرفوضه في فكر هؤلاء الناس، ولكنهم لم وهم نفسهم حاسين بالندم وحاسين انهم ما كانوش واقعيين، كانت ردود افعال للظلم اللي كان واقع عليهم. طيب انتوا دلوقتي اتنصفتوا من شباب رائع جدا وفاهم ومقبل على حياه وعايز حياه عصريه وعايز حكومه مدنيه وعايز ديمقراطيه، هتيجوا تنقضوا عليه وتحرموه من هذه الأحلام اللي ضحى بالشهداء، 1000 شهيد راح فيها وآلاف آخرين أصيبوا بالعاهات وهتيجوا أنتوا بقى تمسكوا في الحكم لسبب أن الجهلاء وأن الأميين ماشيين وراه لأنكم رافعين راية الإسلام. طب ما طبعا راية الإسلام أي حد في المسلم شخصيا لما تقولي لي أي حاجة إسلامية هروح وراها، مين اللي هيقول لا للإسلام؟ لكن أنتوا مش من حقكم تحتكروا الإسلام، الإسلام بتاع النهارده 1.5 مليار من البشر، مش بتاع مجموعة أو جماعة عددها 100,000 ولا 50,000 ولا 200,000. واخدة بالك؟ هي مشكلة معضلة وعليهم أن يقلوها، مش كل ما نتكلم يقول لك بيهاجمونا، لا احنا مش بنهاجمكم، احنا بنطالبكم بالوضوح، احنا بنطالبكم انكم تقولوا لنا، تعالوا قولوا لنا انتوا ناويين على ايه، بطلوا شغلة التقية دي وبطلوا الغموض اللي انتوا فيه ده. طيب وشايفه حضرتك طيب دلوقتي هم ما شاركوش وبعدين راجعين دلوقتي يقول لك ان احنا المليونيه دي للقوى الاسلاميه، يعني دلوقتي لما تبقى في قوه سياسيه منفصله عن قوه اسلاميه، يعني متخيلين منظر التحرير هيكون ايه كده يوم الجمعه دي؟ يعني وضع غريب شويه ولا حضرتك شايفاه ازاي؟ انا الحقيقه مش سامعاكي كويس، انت بتتكلمي بسرعه شويه. بالنسبه للدعوه للمليونيه ان هم ما شاركوش في الاعتصام واعترضوا، وبعدين دلوقتي بيدعوا للمليونيه بتاعت يوم 29 على تحت مسمى اتحاد القوى الاسلاميه. شوف
دلوقتي انا ما عنديش مانع انهم يندمجوا في العمل السياسي وينخرطوا ويبقى لهم نشاطهم، لان دول مصريين زينا، وزي ما انا طالبت بحقوق الاقباط انا هطالب بحقوق كل المصريين. انا ما ارفض الاقصاء وارفض العزل، لكن الانسان لازم يكون واضح علشان الناس تتقبله. لو عايزين تشاركوا في المليونيه اهلا وسهلا يعني، بس وضحوا هنا هم مش مشاركه يا استاذه اقبال، هي مش مشاركه هنا، هم معتبرين ان دي مليونيه بيحشدوا لها هم يوم 29، ملهاش علاقه بالمليونيه بالاعتصام والمليونيات اللي كان بيطالب بيها الشباب والثوار والائتلافات السياسيه والليبراليه، لأن هم دلوقتي عايزين يقولوا إن إحنا منفصلين عن دول يعني بالكلام ده. فده اللي بقوله لحضرتك. هو معلش إحنا معانا برضو أستاذ إبراهيم حمزة كان عايز يعلق مع حضرتك، لو ممكن نسمعه أستاذ إقبال. أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك. مساء الخير يا دكتورة منى. مساء النور يا فندم، برحب بيك معانا. أهلا بيك. أولا أنا طبعا مبسوط جدا من البرنامج المعذب المحترم بتاع حضرتك، نشكرك يا فندم، اللي بيقفز فوق كل الـ يعني اللي احنا بنسميه الشبهات. الحمد لله. ما فيهوش عنصريه، ما فيهوش يعني كله لبناء مصر. الحقيقه يعني برنامج هايل، وانا بضم صوتي للاستاذ اقبال بركه في كل اللي قالته، بس انا اضيفه قليلا. سمعني حضرتك؟ انا سامع حضرتك، بس احنا عايزين نشوف ان الاستاذ اقبال سامعك يا استاذ ابراهيم. عايزين نتأكد. المجلس العسكري كثيرا من الشفافية. نعم. عايز أقول للمجلس العسكري اللي بيحكم مصر حاليا أن شباب الثورة أو الثورة بدأت الأسبوع قبل الماضي. الثورة الحقيقية لمصر بدأت الأسبوع قبل الماضي. نعم. ابتدت فعلا أن شباب الثورة قفزوا على الدين، يعني إحنا عايزين الثورة، لا عايزين مسلم ولا مسيحي. المسلم مصريين. الله والوطن للجميع. احنا عايزين الثورة الحقيقية لمصر، مبادئ الثورة، طلبات الثورة. استاذ زي الو، عايزين المجلس العسكري وكل مصر تفهم ان الثوار عقليتهم ليست بقليلة. الو، لا يستهان بها، وراهم مفكرين، وراهم ادباء مصر، وراهم ناس عمالقة وجهابذة، وهم ايضا شباب عمالقة. طيب انا بس بستاذن حضرتك يا استاذ ابراهيم اتجاوب مع استاذه اقبال، ما كانتش سامعه بس الجمل اللي حضرتك قلتها، فاتمنى تكون سامعاني. هو استاذ ابراهيم بيشيد يا استاذه اقبال بالكلام اللي حضرتك قلتيه كله، وبيؤكد انه الثوره بدات من الاسبوع قبل الماضي لما احتشدوا الثوار والشباب دول وتوحدوا ولغوا اساسا كلمه مسيحي ومسلم، وبيطالبوا بامور من اجل مصر كلها. وفي نفس الوقت هو بيقدم دعوه للمجلس العسكري انه لازم يتحاور، وانه لازم يكون موجود في الصوره مع الشباب دول ويشوف مطالبهم. حضرتك سمعتيني كده؟ موافق. الو، ايوه يا استاذه اقبال، حضرتك بداتي تسمعينا كده؟ طيب احنا هنحاول طيب نستكمل مع الاستاذ ابراهيم على بال ما الصوت مع استاذ اقبال وتقدر انها تسمعنا. نقطه هامه جدا استاذ ابراهيم حضرتك اللي طرحتها دي فعلا. انا عايز اقول لحضرتك كمان ان الثورات الحقيقيه هي في التوحد، في توحد تمام كل القوة، توحد كل القوة مع بعض. أستاذ إبراهيم، طيب واضح أعزائي المشاهدين، معلش هنحاول يعني معلش الخطوط طبعا بتبقى بالنسبة لنا بالنسبة لمصر بتبقى للأسف الشديد في بعض المعوقات بالنسبة لنا، احنا طبعا بنتصل من أمريكا، فهنحاول نظبط هذه الأمور، لكن واضح طبعا برضو كلمة التوحد، وهنحاول نكمل مع أستاذ إبراهيم هذا الأمر. أستاذة إقبال. أيوة حبيبتي. طيب هو استاذ ابراهيم أيوة. انا كنت قلت لحضرتك معرفش سمعتيني ولا لا. انا يعني هعلق على النقطه الاساسيه اللي هو بيطلبها ان توحد القوى كلها مع بعض. تمام. اولا يعني معلش ده يعني مطلب مش واقعي.
ومش مطلوب. احنا مش عايزين ان احنا ننصهر كلنا في منطقه واحده ونبقى تاني مره زي الشيوعيين والاشتراكيين والحزب الواحد والحاجات دي. طبيعي جدا جدا ان احنا نبقى في تعدديه ويبقى في اختلاف في الراي، ماهيش مشكله يعني، ولكن هناك اساسيات وقواعد لابد من وضعها، ان احنا جميعا بنعمل من اجل مصر وليس من اجل جماعات او احزاب. الوقت اللي احنا فيه ده وقت ثوره، مش وقت ان انا اهتم بحزبي وانت تهتم بجماعتك والتاني يهتم بالشله بتاعته، دي عمليه مش وقتها اطلاقا. هو بس يمكن ما كملش كلامه استاذ اقبال، فيمكن احتمال كان يقصد كده، لكن لان هو ذكر حضرتك ان هو سعيد بانه في توحد، بانه في الناس اللي موجودين الشباب دول كلهم والقوه دول لاغيين حتى كلمه مسيحي ومسلم وواقفين في التحرير ومعتصمين الكل مع بعض من اجل مطالب علشان خاطر مصر كلها. يمكن هو كان عايز بس يعلق على قصه حضرتك، يعني اول ناس هم اللي بيخالفوا الاخوان. ليه؟ لانهم معتمدين زي ما بقول لحضرتك على الاغلبيه الصامته، الاغلبيه الاميه، الاغلبيه اللي بتدار وتجري ورا اشياء مش حقيقيه. فمساله لما مصر كلها والمثقفين كلهم بلا استثناء كانوا بيطالبوا بان التاجيل الانتخابات وان الاول يتم الدستور. عمل الدستور والاتفاق عليه، الاخوان اصروا انهم اطلاقا ومتشبثين برايهم، لان عندهم وهم كبير بانهم هيفوزوا في الانتخابات باغلبيه كاسحه، ولكن اغلبيه غير حقيقيه، يعني اغلبيه بيقولوا عليها اغلبيه صامته او يعني مش مؤثره، ومش هيبقى الحكم سهل في الوقت ده. ما هو هنا لازم ندرس الديمقراطية دراسة سليمة، ان انت ما تقدرش، الديمقراطية عكس الديكتاتورية، الديكتاتورية عايز يحكم وحده، الديمقراطية ما ينفعش اطلاقا حزب يحكم لوحده، لدرجة انت عارفة بيعملوا ائتلافات ويلجأوا لاحزاب الاقلية ويضموهم و و و يعني هم يعني في مفهوم الديمقراطية لسه مش واضح لدى الجميع الشعب. فمسألة التعددية مطلوبة ولكن في حدود، ما فيش مشكلة من التعددية، احنا عايزينها ومطلوبة، وعايزين جماعة الفكر الإسلامي موجود والفكر الاشتراكي يكون موجود والفكر الشيوعي يكون موجود صح زي طب يعني احنا هو استاذ ابراهيم رجع تاني. استاذ اقبال، استاذ ابراهيم معانا دلوقتي، ممكن برضو يوضح وجهه نظره مع حضرتك، واتمنى ان احنا نقدر نسمعه وحضرتك تسمعيه. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. حضرتك بالنسبه للتوحد، سمعت شيء اللي قالته الاستاذ اقبال في الاول، انما انا ما قلتش ان احنا نلغي الاحزاب او نلغي الحريات او نلغي الحريات الدينيه او الحريات الحزبيه أو تمام بناء الاحزاب وتكوينها دون انذار. لا انا بس مش حابب اتدخل نهائيا في عملية إدخال الدين في السياسة، يعني مش حابب الدين في السياسة خالص. تمام، لأن دي احنا عارفين ان الدين آفة الشعوب، وفي مصر بالذات انا بقول الدين والجهل آفة الشعوب مش الدين بس. يعني في نسبة جهل عالية، فمش عايزين تدخل في الحتة دي، حساسة شوية انا واقف عندها، انما انا ما قلتش اني تمام. انا رديت عليها يا استاذ ابراهيم، انا قلت لها ان حضرتك الخط كان قطع وحضرتك قلت كلمه توحد ما كملتش وما تقصدش بيها كده طبعا، فيعني كويس ان حضرتك رجعت لنا تاني توضح لنا وجهه نظرك. ويمكن فعلا هي قصه الدين في السياسه دي كله معترض عليها، سواء كان تدخل الدين الاسلامي او الدين المسيحي، يعني الكل بينادي بالنسبه للمدنيه فصل الدين عن السياسه تماما. تماما، انا اللي اقصده حضرتك ان احنا عايزين نوحد اهدافنا، اهداف تمام. جميع الاحزاب يكون كل الهدف يسعى اكثرا الى رفعه مصر، الى توحيد كلمه مصر، ان احنا نعرف ايه مشاكل البلد ونعالجها بسرعه كبيره جدا. احنا بقالنا 6-7 شهور حاسين ان احنا رجعنا لورا، المنطقه موجوده بتزيد كل يوم، بالظبط البلطجه يوميا بتزيد كل يوم عن التالي. طب فين وزاره الداخليه؟ انتوا بتحاربوا وزاره الداخليه ليه؟ الوزير جه وشال 5000 لواء، 500 لواء وخمسه، وشال 84 عقيد و84 عميد، وفيهم ناس كتير جدا انا اعرفهم يقينا مظلومين. اللواءات ظلموا، اللواءات الملفات بتاعتهم ناصعه البياض.
لان كل واحد ضابط شرطه له ملف بيفضل معاه من رتبه ملازم الى ان يحال الى المعاش. ما هم عشان كده استاذ ابراهيم الناس معترضين ليه؟ لانه بيقولوا حضرتك ان لسه في الناس اللي موجودين حاليا الناس ما انهتش خدمتهم مدانين، وجابوا بعض الحاجات حتى بالصور والوثائق وبدات تنتشر على الفيسبوك وعلى المواقع الالكترونيه، فعشان كده هم بيقولوا ان هنا الحكم مش عادل كان بالنسبه لل او القرار اللي اخذ من قبل العيسوي بالنسبه للحكايه دي ما كانش مبني على اسس سليمه. يحسم القانون تحت مظله القانون والحكم بشفافيه، وزي ما شفنا بتاعه مردوخ بتذاع على كل القنوات الفضائيه العالميه. ما قالوش لا ده ما يتحكمش وده ما يتعالجش وده ما مريض نسيبه، لا ده كله المريض يتعالج واللي عليه حكم مدان يظهر ادانته امام القانون وامام الناس بكل شفافيه تامه عشان الناس ترتوي، عشان الناس تشبع، عشان الناس تقول ان هنا في مظله قانون الكل بيختبئ تحتيها. لكن فين هنا قوة الحسم في تضامن الجيش مع الداخلية في منع البلطجة في مصر؟ ده مهم جدا في الوقت ده. الأيام بتزداد سوء واحنا محلك سر. والثوار عايزين يروا النتيجة ده على الشارع المصري. بالظبط. يمكن ده من أهم الضابط أحكم عليه بالإعدام عشان الثوار، الناس قالت إن ده مش كويس. الناس دخلت على أقسام البوليس وضربت بالمولوتوف. والضابط ضرب واحد منهم. الضابط هيضرب اللي هيموت هيبقى هيتضرب لا هو اللي هيموت بالظبط. يعني كده الضابط انت مدان انت مدان. انا بدخل على اسم لغايه النهارده بيحرقوا عصام بوليس. الناس كانوا على حدود ليبيا ودخلوا حرقوا اسم بوليس ولا دخل للاسم بيهم. ده كانت حرس الحدود مشكله بسبب سفينه مركبه محمله نحاس بتهربوا، تهرب نحاس، تهرب دهب، تهرب سلاح، هي بتهرب شيء وتم مقاومتها من قبل الجيش. يطلعوا القبائل يحرقوا اسم شرطه ولما يضربوهم يقولوا من ضربوهم، لا ضربت الضباط. بيطلع الضباط مخطوفين في العريش. ما لقوش غير دلوقتي. احنا عايزين زي ما بنحكم على الضابط، نحكم على اللي وصل الضابط لكده. عشان يرجع الامن للبلد. احنا عايزين نرجع الامن. لا يمكن ان يتم تقدم لمصر ولا عودة للامام بدون امن. بدون امان. تفعيل الامن والقضاء، يعني ويكون القضاء عادل، يعني الحاجتين دول من اهم الاشياء في مصر في الوقت الحالي. انت قوم الامن اولا. اضرب بيد من الحديد على الطغاة، على القتلة، على المجرمين، على قطاع الطرق. بالظبط. لا يمكن ان يتم بسلسلة حريرية على عتاة المجتمع والمجرمين وهم اصبحوا قصر جدا كثيرين جدا. يجب ان يقتلوا بيد يقاوموا بيد من حديد. عندك مش همسكه اطبطب عليه واقول له اهلا وسهلا بك انت بتقتل الناس في الشارع. السرقه علنا والقتل اصبح علنا في الشوارع. نقطة هامة أثرتها يا أستاذ إبراهيم، ويمكن زي ما حضرتك بتقول حتى الثوار في التحرير بيطالبوا بعودة الأمن طبعا، وإن اللي حاصل من البلطجية والاقتحام للسجون والكلام ده كله صعب. بدون أمن. نعم. بدون أمن. لا يمكن أن تتقدم مصر خطوة واحدة إلى الأمام بدون أن يتثبت الأمن كاملا فيها بنسبة 100%. أنت تمام. شخصية ضابط الشرطة. أنا أسافر إلى أمريكا وإلى كندا وإلى كل دول العالم وأرى أن هناك لا يوجد ضابط في الشارع، كلهم عساكر. وهؤلاء العساكر يحترمون جدا. بالظبط. أنا بشوف لواء إرهام في الشارع. كيف إرهام رتبة لواء جنرال في الشارع؟ اختلط الحابل بالنابل دلوقتي استاذ ابراهيم للاسف الشديد، وبقت دلوقتي الناس اللي بتهجم لا يمكن، يعني هنا كل العربيه ما بتيجي تضرب بالنار. نعم. ولو عندك انت لوحدك بتحط ايديك على الطبلون بتاع العربيه، ولو اثنين بتطلعوا ايديكم بره، ولو ثلاثه بتنزلوا ترفعوا ايديكم. صح ولا كلامي غلط؟ لا تمام. ده حتى لما بيكون في مخالفة مرور حضرتك ويوقفنا اي بوليس اوفيسر او ضابط بوليس لازم بنفضل وقاعدين في العربية مكاننا لغاية ما يجي يتكلم، واذا احنا طلعنا يعتبر ده حاجة غلط جدا، يعني انتهاك ل الميكروباصات سوين التكاتك. نعم. نعم. دولية مافيا دي نقطة طبعا، يعني التكاتك شوف اصوات الموتوسيكلات شيء شنيع لا يصدق عقل. نحن نعيش في غابة الان. لا نعم استاذ، تحدثوا عن شيء الا عن الامن. لا احد يحدثنا عن اي شيء الا عن الامن اولا. بعد ذلك نتحدث عن اي اصلاح في البلد،
وهذا الكلام أوجهه لكاتبتنا العظيمة الأستاذة سندركة داخل عن جميع الكتاب وجميع الصحفيين وجميع المحترمين في مصر أن يتحدثوا عن الأمن أولا، لا شيء إلا الأمن. ثانيا الشفافية من قبل المجلس العسكري، شفافية تامة في كل شيء، في محاكمات، في وزارات، أي شيء. إنما حدثوني أولا عن أين الأمن. دي قضية بتشغل ناس كتير. أستاذ إبراهيم أنا بشكر حضرتك لإثارتها طبعا جدا، وأعتقد أن كده الأستاذ أقبال بركة حضرتك سمعتي هو كان يقصد إيه، بأنه التوحيد توحيد الأهداف من أجل مصر، وأنه بيطالب بالأمن أولا، يعني أنه تفعيل الأمن وأنه يعود الأمن والأمان للشارع المصري، ده يعني نفسه أنه يكون من أهم المطالب. حضرتك سمعتيه أستاذ أقبال؟ لا أنا ما سمعتوش، كان بعيد عني جدا. معلش هو بتاعه الاول كنت سامع شويه وبعد شويه كده ابتعد تماما. تمام. هو حضرتك دلوقتي القضيه الاساسيه اللي بيطالب بيها كل الكتاب والصحفيين والشباب والمجلس العسكري وكله، انه يكون في امن وامان في مصر في اولا، لانه من غير امن وامان هو حاسس ان مش اي حاجه هتنفع، وانه طبعا توحيد الاهداف مش انه توحيد الاحزاب، لكن الاختلاف موجود. مفيش مشاكل يبقى في اختلافات بالنسبه لاحزاب مختلفه، لكن برضو بيلفت النظر انه يخرج الدين عن السياسة. يعني احنا برضو ما زلنا بنقول انه حزب الاخوان المسلمين دلوقتي، بالرغم من انه قيل ان مش هيكون في احزاب لها خلفية دينية، لكن هذا الحزب له خلفية دينية. بدأت احزاب للسلفيين لها خلفيات دينية، لكن الاقباط الحقيقة كله دلوقتي برضو الاقباط دايما يعني قالوا لا يمكن ان احنا نعمل حزب له خلفية مسيحية، أو نقول إن ده هذا الحزب ناتج مثلا عن أي اتحاد من الاتحادات المسيحية أو القبطية. فهل حضرتك شايفة برضو إن إحنا ليه مش مفعل ده؟ يعني لازم إن ما يكونش برضو في أحزاب ولا قوة إسلامية أو كده داخلة في السياسة. شايفة إيه أستاذ إقبال؟ لا أنا عايز أتكلم في موضوع الأمن اللي أنت بدأت بيه ده. أنا عايز أقول اتفضل. إن أنا أخشى إن الفلات الأمني ده، وإن كان مقبولا لعدة أسابيع بعد الثورة، لأن دي حاجة طبيعية بيحصل انفلات أمني نتيجة لأن القواعد كلها اتزحزحت واهتزت، والأركان كلها بتاعة النظام اهتزت ولم ينشأ نظام جديد وواضح، لكن استمرارها لمدة 6 شهور وتفاقمها إلى هذا الحد أخشى أن يكون شبه مقصود، يعني مقصود. لأن وقد تحدث فيه كثير من الزملاء وقالوا اللي انا هقوله ده، يعني كلامي مش جديد، وهو ان هناك تراخي شديد في معالجه مشكله الامن، مع ان الحل كان مبسط وسهل وكان ضروري وكان كباري، مش مبسط بس، يعني ان النظام اللي كانوا بيحكموه قوات الشرطه الكبار اللي هم العمداء واللواءات اللي كانوا بيقبضوا الواحد فيهم 250 و300 ألف جنيه في الشهر يظلوا معانا بعد الثورة لمدة 6 شهور، ده سؤال غير، يعني لابد من الإجابة عليه، شيء غريب وغير مفهوم. الطبيعي أنهم كانوا بيعملوا لصالح النظام السابق، والطبيعي أنهم كانوا متآمرين وغير موافقين على الثورة، فده السبب الواضح الشديد الوضوح وراء البقاء واستمرار الانفلات الأمني. تمام. دي طبعا نقطة زي ما بنقول مش يعني ما نقدرش نهملها، ومحتاجين فعلا ونداءات وأصوات ترتفع من أجل طبعا الأمن والأمان في مصر. لكن زي ما بقول لحضرتك، لو رجعنا للموضوع، ويمكن احنا بنقول على في حاجتين واضحين في الشارع المصري دلوقتي، اللي هو الدعوة للجمعة. يعني هل يجوز أن ارتكب جرائم فادحة من الدرجة الأولى ولا يتم القبض على مجرمين ولا محاكمتهم أو محاسبتهم؟ هذا غير مقبول. لا طبعا هذا مرفوض تماما. ويمكن حضرتك كان واضح في كمان في حاجات كتير من الانتهاكات على يعني ضد الكنائس والاقباط ايضا في الفتره اللي فاتت، وما كانش في محاكمات عادله للي هم ارتكبوا هذه الجرائم ايضا ضد الاقباط من ابتداء من ثوره 25 يناير لغايه النهارده.
محمد تحدث عن هذه الجرائم اللي ضد الاقباط. طبعا احنا زي ما قلنا ان في عندنا قدر كبير جدا من الاميين والجهلاء، ودول وصلوا لمرحله من الفقر المعدم، فطبعا بتبقى بيتصوروا ان دي فرصه ذهبيه انه يرتكب ما يشاء من جرائم، حيث ان فلان وعلان وترتان واقاربه وقرايبه واهله اللي حواليه ارتكبوا جرائم كثيره ولم يعاقبوا، وبالعكس هربوا كمان من السجون. يعني في تشجيع على الجريمه، انا عايز اقول في تشجيع على ان ترتكب الجرائم، لان هم مش عايزين يحاكموا الرئيس السابق، وعايزين الناس تتحصر على ايامه وتقول ان كان في نظام، على الاقل كان في نظام، على الاقل يعني كنا كان في امن وامان. تمام. يعني شيء مش ظريف ومفضوح وواضح جدا، المفروض انهم يدركوا ان الناس فاهمه ده كويس قوي. اعتقد الناس واعيه فعلا دلوقتي وفاهمه، وعشان كده هم اللي موجودين في التحرير. لكن انا كنت عايزه بس يعني نقول الموضوع الرئيسي اللي احنا يمكن كنا بنتكلم مع حضرتك بالنسبه له، الدعوه من القوى الاسلاميه علشان المليونيه اللي جايه، وانهم فصلوا نفسهم عن القوى السياسيه، وبقت دلوقتي في قوه دينيه اسلاميه بتتحدث وليها وبمطالب، من ضمنها المطالب في بعض المطالب من اللي طالبينها الثوار. والنقطه الثانيه الهجمه الكبيره جدا اللي ضد نجيب ساويرس باسم الدين ايضا استاذ اقبال. وانا نفسي قبل ما نتكلم في النقطتين دول، اكيد حضرتك سمعتي طبعا الحويني اللقاء الاخير اللي كان قاله بالنسبه لانه قطع مقاطعه ساويرس من اجل الدين وانك ترضي الله ورسوله. وايضا في فيديو احنا عايزين نعرضه دلوقتي، يعني حضرتك برضو مشاهدينا نسمعه مع بعض وتقولي لي راي حضرتك برضو، لان ده بيمثل خطوره برضو على المجتمع بجانب خطوره الامن والانفلات الامني. هناك خطوره ايضا جايه من بعض الناس دول اللي بيخلطوا ما بين الدين والدوله، وايضا نداءات علشان خاطر الدستور. كمان في بعض دلوقتي الشيوخ بداوا يتكلموا عن موضوع الدستور وعن موضوع انه زي ما قالوا ان الماده الثانيه دي فوق دستوريه، وانه الامور دي فهيبقى في صياغه مقترحه للماده الثانيه للدستور من قبل بعض الشيوخ مش من السياسيين. فهنا في بعض المشاهد اللي هي بتمثل خطوره على يعني لو احنا بصينا لها في الشارع المصري عموما او في بتحصل في اليومين دول. ودي برضو اعتقد ان يعني ممكن حضرتك بعد ما نتفرج على الفيديو كمان، يعني في كتير متفقين ان دي برضو بتمثل خطوره زي الانفلات الامني. نشوف مع بعض الفيديو اللي بيدعو فيه ضد ساويرس عشان قطع على انه ارضاء للدين والرسول، ونستكمل مع حضرتك. مع الدستور انت ما احنا دلوقتي الدستور نصرة للدين. انا بقول من هنا ان مقاطعة كل شركات ساويرس دين 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 دين. من اراد ان يظهر ولاءه لله ورسوله فليقطع كل شركة ولو ساويرس له فيها نصف المئة، مش 20% ولا 10% ولا 5%، نصف المئة. نحن نستطيع أن نؤدب خصومنا، الحكومات ما بتنصرناش. فأنا بقول لكل من في قلبه نوع محبة لله ورسوله أن يتدين ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنه يقاطع هذا الإنسان من ما يودي وشه. لازم تتقفل في وشه حتى أنه لا يجد شركاء إلا أمثال. وراجل عارف إن رأس المال جبان والمفترض ما استفز الزباين، لأن سمعنا إحنا 95% مسلمين، يعني كل اقتصاده قائم على فلوسنا إحنا. ثم يعمد في وقت البلد بتحترق فيه احتراقا وفي فتنة طائفية تدخل فيها الشيوخ وتدخل فيها القساوسة وتدخل فيها المجلس العسكري وتدخل فيها الوزراء والكلام ده عشان يطفر فتنة، يجي يعمل القصة دي؟ ده يبقى رجل ده يبقى عامل زي ده، عايز يحرق مصر، عايز يحرق البلد، يطلع بره مصر، يروح يستثمر ماله بره مصر. احنا مستغنين عن ماله، مستغنين عن فلوسه. عندنا من المسلمين الشرفاء من يستمن من هو اغنى منهم ويستطيعون رفع هذا البلد. لكن انا بقول اهو، من لم يجد عملا صالحا وفتش في حياته فلم يجد عملا صالحا فليعتبر ان مقاطعه كل شركات نجيب ساويرس مش موبينيل فقط، ولو كانت نسبة اشتراكه نصف بالمئة أو ربع بالمئة فليعتبر أن هذا هو العمل الذي يلقى الله به ويقول يا رب لم أستطع أن أنصر دينك
إلا بمثل هذا ففعلت. وليتذكروا أن امرأة بغية دخلت الجنة في كلب سقته، وأن رجلا دخل الجنة في غصن شوك. أستاذ أقبال. أيوة حضرتك، أعتقد أيوة. إن شفتي الفيديو ده قبل كده، مش أول مرة تشوفيه. أنا ما شفتوش حبيبتي، أنا مش فاتحة القناة. لا يعني. هو انتشر الفترة اللي فاتت أستاذة إقبال فيديو الحويني وهو بيحاول حضرتك ان هو يؤثر على الشعب من انه مقاطعة نجيب ساويرس، مهندس نجيب ساويرس، وكل اعماله واستثماره في مصر ده باسم الدين وارضاء للدين وللرسول. ويا فطاط حضرتك انتشرت ايضا في كل دلوقتي في اماكن كثيره، وبيقال ان هذه اليافطات كمان يافطات فاخره يعني مصروف عليها، ابتدت تنتشر في محلات وفي اماكن كثيره جدا، وبتبين ايه هي المنتجات وايه هي الحاجات بتاعه المهندس نجيب ساويرس، قناه الاون تي في والاو تي في وجريده المصري اليوم، وطبعا شركه التليفونات الايمو بنيل. كل دي يعني هجمه كبيره جدا ضده، وأنا برضو شايفاها أن هي كمان بتمشي تماشيا مع اتحاد القوى الإسلامية علشان يعملوا كمان مليونية. يعني هنا في اتجاهات بدأت تمثل نوع من أنواع الخطورة على الشارع المصري. والله أنا شايفة أن في مبالغة قوي في معالجة الموضوع. إيه الداعي ده كله وإحنا مش وقته دلوقتي؟ هذه الانقسامات الخاصية، هو يعني حتى لو أخطأ المفروض إن هو يطلب منه الاعتذار. هو اعتذر سبع مرات بيقولوا، اعتذر ست سبع مرات أستاذة إقبال، اعتذر كثيرا. يعني واضح حضرتك بتقولي المسألة أخذت أكثر من حقها. حضرتك بتقولي المسألة أخذت أكثر من حجمها بكثير. والله شوفي، هم مليونية، أنا نفسي يعملوا لوحدهم مليونية ومش هيلاقوا حد جاي لهم، لأن هم أعلنوا قبل كده مقاطعة مليونية حصلت من أسبوعين ثلاثة ونجحت نجاح باهر والناس كلها راحت. فهم في مرحلة استعراض القوة وعايزين يقولوا نحن هنا، وقدروا وعرفوا يعملوها. أنت النهارده ما تفتحيش قناة تلفزيونية في مصر إلا ما تلاقي حد من الإخوان قاعد بيتكلم، أو حد من الجماعات الإسلامية. ما فيش على طول، يعني تفتحي اربع خمس ست قنوات ورا بعض. احنا بنشوف دلوقتي حتى يعني احد البرامج، وبعدين فتحنا قناه ثانيه لقينا برضو، وثالثه ولقينا برضو الاخوان والاسلاميين، واصبحوا الان عرفوا الطريق الى القنوات الفضائيه وما بيبطلوش كلام. ايه الداعي للاستعراض على ايه الداعي؟ معلش ممكن نكرر الجملة دي أستاذ أقبال، ايه الداعي لإيه فندم للثورة دي أو للمليونية دي؟ طيب بيشعر الناس واضح بالخوف أو القلق، لأن الممارسة السياسية فيها كثير من يعني الطفولة أو الفكر الساذج اللي هو يعني عايز مكاسب وقتية وسريعة وبسرعة أوام قبل أي حد ما ياخدها تاني. عملية يعني عارف زي الهبر، أو مسألة الواحد إنه يخطف حاجة ويثبت وجوده بيها. أنا شايفة إنهم مش مؤهلين سياسيا، وما عندهمش الرزانة واللي موجودة عند البرادعي مثلا. يعني ما شوف الدكتور البرادعي بيتصرف ازاي وافكاره مستقيمة كلها، وهناك تأني، وهناك يعني ما قالش حاجة ما تحققتش، ما قالش حاجة اطلاقا تم الاعتراض عليها، وفي منتهى الرزانة والعقل، وراح لهم وزارهم وبارك لهم. يعني أنا نفسي يتعلموا الرزانة السياسية، رغم إن هم في ناس كتير أخذت الـ 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 الأفعال بتاعة البرادعي، دكتور البرادعي دي، على إنها نوع من أنواع الاتحاد مع الإخوان الحقيقة، وكان لاقى كثير من الانتقادات على الخطوة دي أستاذ إقبال للأسف. طيب
أستاذة إقبال، أنا الحقيقة بشكر حضرتك جدا، معلش إحنا الصوت بس في شوية مشاكل كده بالنسبة للاتصال، لكن بنشكرك جدا لما يعني قدرنا للي قدرنا فعلا نسمعه من كلام كان بمنتهى القوة، وبنشكر أيضا الإعلامي أستاذ إبراهيم حمزة كان معانا أيضا منذ قليل، وناقشنا قدرنا نناقش طبعا الأمور اللي هي حاصلة دلوقتي، لكن التعليق اللي أنا كان نفسي طبعا نناقش فكرة إن هم بيطلبوا مليونية في ميدان التحرير برضو، يعني معنى كده طب ما الناس معتصمين في ميدان التحرير لما تكون مليونية للقوى السياسية الإسلامية في ميدان التحرير أيضا، ماذا يعني هذا؟ طبعا محدش فاهم، أو يمكن بنقول الأمور دي إحنا بنطرح الدعوات والأمور اللي بتحصل، لكن الأيام هتبين أكيد أشياء كثيرة، وزي ما بنقول دايما وبحب أن أنا في خلال حلقتنا نفكر حضراتكم بالفاصل الجميل بتاعنا بأن إيد ربنا وراء كل الأحداث اللي بتحصل، وعلشان كده واثقين أنه ربنا هيعمل الخير لمصر، واثقين أنه ما فيش حاجة بتحصل غير بترتيب سماوي وبأغراض ممكن ما نكونش لست تعلم الآن لكنك ستفهم فيما بعد. فإحنا بنقول بنتعامل مع الأمور اللي حصلة دلوقتي بهذا المنطلق، لكن جوانا إيمان قوي جدا جدا أنك أنت يا رب اللي إيديك ورا كل الأحداث. فده اللي بنحب دايما دايما نأكده من خلال في حلقتنا، ومن خلال حتى عرضنا للأمور السياسية دي والأمور دي كلها، إن إحنا لا يمكن ننكر إن إحنا كلنا في إيدين المسيح وفي إيدين إلهنا السماوي اللي هو سامح بده لحكمة ممكن ما نكونش فاهمينها دلوقتي لكن هنفهمها فيما بعد. نخرج مع حضراتكم إلى هذا الفاصل القصير ونعود نستكمل باقي فقراتنا. خلاص بسامح منك وإيدك اللي ورا الأحداث كل حاجة الخير مش حصل كده وخلاص عندك خطة وترتيب وبتدي سلام عليك وياك لا بنعرف خوف ولا بسماح منك وإيدك اللي ورا الأحداث، زي ما قلنا واثقين إن إيد ربنا هي اللي ورا كل الأحداث. لو انتقلنا للأحداث بالنسبة للأحداث القبطية الحقيقة واللي ليها علاقة بالأقباط، ومن الأقباط متحدون كان هذا الخبر، وكان كاتبه الأستاذ أبو العز توفيق عن إن ملثمون يهاجمون منزل قبطي بسوهاج ويخطفون ابنه مشترطين رجاعه مقابل فدية مالية كبيرة. أنا هعرض على حضراتكم الخبر وهنقول برضو إيه اللي احنا توصلنا ليه من خلال اتصالنا ومن خلال مراسلنا قلنا على معلومة هامة جدا في هذا الخبر. هو حصل أنه مجموعة من الأشخاص الملثمين فجر يوم الاثنين قفزوا على منزل قبطي يدعى مينا إسحاق رمسيس بقرية العصارة التابعة للحريزات الشرقية لمدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، وقاموا بسرقة محتويات المنزل من ذهب ومال يقدر بمبالغ كبيرة، وقاموا أيضا بخطف فلوباتير مينا إسحاق رمسيس عمره ابن صاحب المنزل عمره لا يتجاوز 4 سنوات، وهددوا والد الطفل بأنه لن يرى ابنه ثانية إن قام بإبلاغ الشرطة عما حدث، وقاموا بمطالبة والد الطفل بمبلغ 500,000 جنيه فدية للطفل حتى يقوموا بإرجاع الطفل لوالديه والتنازل عن عمارة يمتلكها والدي الطفل بمحافظة الغردقة. والأستاذ مينا إسحاق كان طالب المجلس العسكري والجهات الأمنية بالعمل سريعا لعودة ابنه، والخبر ده زي ما بقول لحضراتكم كان منشور بالأمس في الأقباط متحدون، وعن طريق التحريات أو عن طريق الاتصالات احنا كنا بنحاول نتواصل مع الأستاذ أبو العز، لكن الحقيقة وصلنا الخبر ده أنه تم استرجاع الطفل بعد دفع الفدية مساء اليوم اللي هو النهاردة مساء الأربعاء. وطبعا يعني نقدر نقول الحمد لله على سلامته، احنا كان نفسنا نتواصل مع والد الطفل ونعرف التفاصيل اكتر، لكن هذا زي ما بقول لحضراتكم دي ملحوظة هامة جدا كان ارسلها لينا مراسلنا من القاهرة عن طريق الاتصالات انه الحمد لله الطفل تم استرجاعه. ده بالنسبة لهذا الخبر زي ما بقول لحضراتكم كان في الأقباط متحدون.
الموضوع ايضا بتاع الاعتصام والزواج الثاني والقصص اللي كانت حاصله بالنسبه للانبا بولا. احنا كنا بنحاول برضو يكون معانا ابونا فلوباتير يكلمنا النهارده عن الامور، لكن هو في بيان صدر، هذا البيان من الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه، انه الامور دي كلها مش من اختصاص الكنيسه، انه ما حدش ابدا ممكن ان هو يجبر قداسه البابا على انه يخالف شريعه الكتاب المقدس والانجيل، وان هذه الامور هي من اختصاصات المحكمه والمحاكم وليست من اختصاصات المجلس الكليريكي. المجلس الكليريكي تابع ومنفذ لتعاليم ووصايا الكتاب المقدس، وانه بيبت في الامور بعد ما تبت فيها بالنسبه للقانون. وده اللي كان يعني باختصار الصيغه اللي كانت تمت في البيان اللي اصدره اللي صدر عن الكاتدرائيه. وايضا البيان اكد انه لم يتم الاعتداء على نيافه الانبا بولا، واحنا يمكن كنا قلنا الكلام ده، وايضا لم يتم الاعتداء على اي حد من المتظاهرين بالنسبه للامور اللي كانت بتتكلم على الكلاب والكلام ده كله. واحنا عرضنا على حضراتكم في الحلقه الماضيه المشهد ازاي وهم كانوا بيحاولوا ان هو كانت تجمعات كبيره كانت بتحاول ان هي تعيق نيافه الانبا بولا عن انه يدخل للمكتب بتاعه في المجلس ويمارس مهامه، والمحاولات دي فشلت ودخل، وكان أعلن أيضا في قناة السي تي في أنه هو دخل المكتب ومارس مهامه هو واللجنة اللي معاه، لأن دي قضايا وأمور خاصة بناس تانية ملهمش علاقة بالناس اللي كانوا واقفين ومتجمعين خارج المجلس الكليريكي. وايضا قصه الكلاب دي شفنا في المشهد انه ده واحد من الامن كان ماسك كلب في ايده مش اكثر، بعد ما حصلت انه وماسكه في ايده ما اطلقهوش، يعني الكلام اللي بيقال انه اطلقت الكلاب على الاقباط او ان الانبا بولا اطلق الكلاب او الكلام ده كله كلام غير صحيح بالمره، ووضحناه بان احنا عرضنا الفيديو عشان يوضح انه هذا الكلب كان كلب واحد وممسوك في ايد الامن. وبعدين كمان حصل اعتداءات على موظفين الامن كلهم اللي في الكاتدرائيه، واحد منهم اتكسرت ايده، وبرده جبنا لحضراتكم في الحلقه اللي فاتت الكلام معاه وتعليقه على اللي حصل منهم. فبالتالي الامور دي كلها زي ما بنقول كل الناس حتى والتعليقات والدنيا كلها زي ما قلنا وبناكد، الاعتصام او المطالبه باي حاجه مشروع اوكي طالبه، لكن طالبه في المكان المظبوط. المكان المظبوط مش هو المجلس الكليريكي علشان يبت بالنسبه لجواز مدني او بالنسبه للامور دي كلها. وبالنسبه للزواج الثاني ده امر كان نهاه قداسه البابا منذ الازمه اللي كانت في عهد الرئيس المخلوع مبارك، لما كانت في الامر بالنسبه المحكمة الدستورية بإلزام قداسة البابا، وقال لك لا يمكن أن احنا نلزم في شيء مخالف للإنجيل، وأن الآيات واضحة وصريحة في هذا الأمر، لا طلاق إلا لعلة الزنا، وأن ما بيعطاش تصريح غير للشخص اللي هو يعتبر بريء في هذه العلاقة، والشخص اللي هو كان متهم بالزنا لا يمكن أن هو ياخد تصريح بالزواج الثاني. ودي طبعا يعني بناء على القانون والدستور السماوي وهو الكتاب المقدس وكلام المسيح مش كلام البابا شنودة. يمكن ده بالنسبة للأمور دي كلها. ونيافة الأنبا بولا صحته تمام وكله تمام، وعرضنا جزء برضو من مكالمته الحلقة اللي فاتت. والأمور دي كلها طبعا يجب أن هي الناس دي تتبع الحكمة بالنسبة لمثل هذه الأمور. فده بالنسبه للقصه بتاعه نيافه الانبا بولا. احنا معانا اتصالات الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم، اتصلوا بينا في اي وقت. احنا الحلقه دي زي ما قلنا هنستقبل تليفوناتكم في اي وقت اثناء الحلقه، علشان خاطر فعلا ندي فرصه لحضراتكم تعلقوا على اي امر من الامور اللي احنا بنتناقش فيها. معانا استاذ حسن من ميتشيغان، اتفضل حضرتك على الهوا. استاذ حسن مساء الخير اختي الكريمه. اهلا، مساء النور بحضرتك، اهلا بيك. اهلا اختي الكريمه. اصبحت مصر مكشوفه امنيا. كل جميع مخابرات العالم صار فيها مصر. مع الأسف الشديد أنا بحمل المسؤولية الأول والأخيرة. مع الأسف أنا أول ما نزلوا على الشارع حبيتهم واحترمتهم وبعدني باحترمهم. شباب الثورة ما كملوا الثورة لآخرة، هيدي طلعت الثورة ناقصة شوي. أيوة، في اراء بتقول كده ان ما كانش مفروض يعني ما كانش مفروض يرجعوا من المره الاولى غير بعد ما كل المطالب تحقق، مش يمشوا وبعدين يجوا تاني. لكن هم بيحاولوا دلوقتي يعني بيحاولوا يصححوا خطا. استاذ حسن هلا لانه السلفيين طلعوا كلهم، هيدي اللي ما بي كانوا خايفين باوقارهم طلعوا على السطح هلا. ما عادش حدا يرجعهم هلا، حتى المجلس العسكري ما عادش يقدرهم مع الاسف، لان هيدي هلا صارت في دول عم بتغزلهم.
تمام. أختي الكريمة هؤلاء ما عندهم عندهم ما عندهم أجندة دستور، ما عندهم عندهم برنامج لرئاسة الجمهورية. طب شو برنامجهم؟ اتفضلوا إذا عندهم برنامج يطلع العالم عليه. مع الأسف الشديد، مع الأسف امبارح بيطلع شيخ، يعني ما أنا أستحي إن أحكي على هذه القناة المحترمة المؤمنة بيهاجم فيها يسوع، مع الأسف. وانا عم بخدك يا مأكد وشفت الفيديو بعيوني بهاجم يسوع. طب انا كيف بدي امن له ليجي رئيس جمهورية؟ هذا اذا عم يحكي هلا هيدا، لما اذا وصل على رئيسة الجمهورية شو رح يعمل بالمسيحيين؟ نعم عندك حق استاذ حسن، وحضرتك طبعا لفت النظر، والحقيقه ان دلوقتي الفضائيات المفتوحه والناس اللي بتقدر ان هي ترصد وتسجل هذه اللقاءات اللي بتحصل مع الناس دي كلهم بتكشف انه الناس دي بتقول ايه، وزي ما حضرتك بتقول ازاي ان هم بيهاجموا المسيح وبيهاجموا المسيحيين وبعد كده عايزين يحكموا البلد، يبقى ازاي يعني. فبنشكر حضرتك. يعني ما تاخذيني بالكلمه، يعني انسان من محبي مصر، انا انسان لبناني، أنا مصر حط قدام علم بلد يا أختي. نعم بنشكر حضرتك على المشاعر الجميلة دي يا أستاذ حسن، بنشكر حضرتك جدا على المشاعر الجميلة دي يعني، ونقطتك فعلا وصلت، وبنشكرك لمحبتك وانك دايما بتشارك معانا في ما وراء الأحداث، وخليك دايما متابعنا. معانا أيضا الأستاذة جورجيت، علشان بس نستكمل لقاءاتنا مع ضيوفنا، وزي ما قلت لحضراتكم تباعا اتصلوا بينا خلال الحلقة، هنستقبل باقي التليفونات. أستاذة جورجيت أهلا بيكي. سلام المسيح معك يا دكتورة. سلام المسيح مع حضرتك، أهلا بيك. أنا حاسة إن في لعبة قذرة بتتعمل عشان خاطر مصر تتدمر، وعايزين يدمروا مصر زي ما جميع الدول دلوقتي العربية بتتدمر. وبعدين حكاية إني أنا ما أقدرش، أنا حاكم في مصر، ما أقدرش أقبض على المجرمين، أقبض على الأبرياء وحطهم في السجن، هل ده يعقل؟ وأنا بقول لو في حد عنده ضمير من الناس اللي ماسكة البلد ارحموا مصر، لأني هتغرق بالمسيحيين والمسلمين. وربنا هو مش ربنا مش هيسمح بكده، لان هي مصر للمسيح ان شاء الله قريب، بس هيحصل مجاعات بسبب الكلام الفاضي اللي بيحصل ده، والخطف والهق والسرقه والنهب. عيب عليكم بجد، عيب عيب على جيش كامل مش قادر يقبض على شويه غوغاء ماشيين بالسكاكين وبيهددوا في الناس. دي يعني مداخلتي، وانا برجو ان يكون في واحد امين في الحكم ان هو ياخد قرار وينهي الناس دي من الشارع نهائيا، بدل ما ضربوا العيال الغلابه بتوع الثوره، لا اضربوا دول بالرصاص وقتلوهم لان ما لهمش لازمه في الحياه. طب استاذه جورجيت بنشكر حضرتك على المداخله، واضح طبعا اعزائي المشاهدين ان النداءات والاصوات نتيجه للانفلات الامني الشديد اللي ظاهر في شوارع مصر بما فيهم القصه الاخيره اللي هي طبعا قصه انهم يهجموا على بيت الاستاذ مينا ده في سوهاج ويطلبوا فديه منه. واحنا معانا دلوقتي ومع حضراتكم الاستاذ بساده فيكتور المحامي من سوهاج عشان يدينا تفاصيل اكتر عن هذه الواقعه. بنرحب بحضرتك استاذ بساده. اهلا بيك استاذ بساده، مساء النور يا فندم. بنشكر احنا انا قريت الخبر بالنسبه للواقعه اللي حصلت دي حضرتك، وطبعا ان حضرتك كنت بلغت مراسلنا انه الطفل رجع، قول لنا يا ترى ايه اللي حصل بعد ما تم خطفه والتهديد وطلب الفديه؟ هو اللي حصل حضرتك ان حوالي من 4 ايام كده في جماعه من السنين أخذوا منزل اللي هو واحد اسمه إنسان مينا إسحاق من قرية اسمها العصارة، هي تبع لحد لقرية اسمها الحلاجات الشرقية في مركز المنشآت سوهاج. وبعد كده راحوا قاموا كانوا مرسلين فاستخلصوا أربعة كده، راحوا دخلوا اللي هو المنزل ده البيت ده، وراحوا أخذوا الذهب الموجود هناك، ده بعض المبالغ الماليه، مش كده بس ما تفوش بكده،
لا ده راح خطف في طفل صغير اسمه لوباتير في لوباتير هو اسمه كيرلس يعني اسمه في شكل الناس كيرلس بس هو بيسميه في لوباتير. طيب فراحوا قاموا اخذ الطفل ده وطلبوا من والده وكان مبلغ نص مليون جنيه. تمام و يعني الحمد لله نشكر ربنا ان الطفل ده رجع امبارح. طيب ازاي بقى ايه المساء ايه اللي حصل حضرتك؟ هل تحرك الامن او حضرتك الجيش في الموضوع ده ولا ايه اللي حصل ونجحوا ان هم الحمد لله نشكر ربنا يرجعوا الطفل؟ هو اللي حصل رجع الطفل يعني دفع مبلغ بس مش مبلغ يعني اللي هو نص مليون يعني مبلغ اقل من كده دفع المبلغ ده ماشي بس للاسف الشديد الامن مش واخد دوره خالص يعني في البلد يعني لسه كان في واقع حصلت يعني بالضبط من الشهر شهر كده بالضبط في نفس القصه بنفس السيناريو ان في برسوم اسمه ادانوف مشهور برضه من مركز المنشات قريه اسمها قريه الطريق ماشي تم خطاب الطفل ده والطلب سريح وبنفس السيناريو اللي حصل ده المهم برضه دفع مبلغ مع ان الوالد الطفل ابنوب محروس اللي هو خطف من شهر كده بلغ الامن وعرفت يعني الناس الخاصه دي عرفت كده مكان على اساس رايحين يتقابلوا معاه تحكي تسليم وتسلم الطفل ولكن برضه ما فيش فايده برضه المبلغ الدفع لكن يعني ثانيه واحده معلش استاذ بساده يعني حضرتك في الواقعتين دول اللي حصلت من شهر والواقعه الثانيه دي الاطفال رجعوا بعد دفع الفديه. طب فين حضرتك لما جم يدفعوا الفديه فين الامن ما قبضش ليه على العصابه دي؟ يعني هل واضح دلوقتي ان هم عصابه دلوقتي في القريه دي ولا ممكن يكونوا اكتر من عصابه؟ اها بص حضرتك هو ده يعني يعتبروه ان ده يعني تنظيم مخطط يعني مخطط من بعض يعني عصابه كده منظمه صح يعني بتيجي يعني اللي هم يعتبر اغنياء واثرياء وبتقوم باختطاف اولادهم. لكن حضرتك المشكله مش هنا المشكله في حاجه ان دلوقتي بيخطفوا اولاد احنا بعض ممكن يخطفوا سيدات وبنات تمام فبالطريقه دي مفيش يعني الامن ما واخدش دوره خالص يعني في تسيب في الامن. ما ده سؤالي يا استاذ بساده يعني ازاي حضرتك يتم ان الناس دي بيتم التقابل معاهم وبيدوهم الفلوس عشان يرجعوا الاطفال ومش قادرين يقبضوا عليهم؟ يعني بص حضرتك التعامل مع الناس دي بيتم عن طريق التليفون. تمام. مثلا بوالد الطفل يتصل بوالد الطفل تعال لنا في المكان الفلاني في المنطقه دي. بس بيبقوا مرحبين. اللي هو اولياء امور او الناس اللي هي تصل بيا بتبقى مراقبه حد الاب الوالد او عمه او قرايبه اللي هو الناس اللي هم بيسكتوا معاهم عشان هم يجوا يسلموا الفلوس ويسلموا ابنهم. يعني بالنسبه للطفل اللي هو ادانوف محروس اللي هو ده من الشهر اللي فات ده حددوا كذا مكان يسلموا فيه على اساس يسلموا الطفل ويسلموا الفلوس. اتحدد كذا مكان وكانوا انا فاهمه وجهه نظر حضرتك. يعني هي واضح عصابه متمكنه وقادره ان هي تعمل تحايلات كتير لكن الامن المفروض ان هو يكون يعني قادر ان هو يحصر كل دول. يعني انه المفترض ان الامن زي ما كان برضو في القصه بتاعت اعتقد قريبه السادات الفتره اللي فاتت دي لما قدروا يتوصلوا لمين اللي كان طالب الفديه والكلام ده كله. نعم طيب بالظبط ومسكوهم وقبضوا عليهم. ايوه يا فندم احنا سامعينك يا استاذ بساده. بقول لحضرتك حقيبه الشباب رجعت في ساعات قليله ساعه او ساعتين رجعت حقيبه الشباب لكن الاطفال دي بترجع بعد كام؟ بعد كام يوم؟ بعد ما بتندفع مبالغ بعد يعني نفس حاجه واحده يعني ايه بالظبط يعني والده ايه حالتهم النفسيه بخصوص
القصه دي. الطفل ابانوب ده برضو كان اربع كان سنه صغير يا استاذ بساده، اللي هو من شهر برضو كان يعني الفلوباتير او كرولس كان اربع سنين برضو ابانوب كان سنه صغير. ابانوب كان ست سنين برضو. نفس ست سنين نفس السيناريو تقريبا. ايوه يعني تقريبا. وبيختاروا اذا قلنا حضرتك اللي هم الاثرياء. ايوه مفهوم طبعا اللي هم عشان يقدروا يدفعوا فلوس. نعم اللي هم هيقدروا يدفعوا فلوس في مقابل ان هم يستردوا اولادهم طبعا. اه طب يعني الاطفال ده الاطفال دول ما قدروش يدفعوا فلوس، ايه عندك حق عموما استاذ. احنا بنشكرك استاذ بساده فعلا يعني ان حضرتك اديت لنا برضو الخبر ده ان هو رجع بالسلامه، بنشكر ربنا طبعا، وانه حضرتك برضو وضحت ان دي مش اول حاله، ان كان في من شهر حاله تانية، وان احنا كل ده النهارده في حلقتنا واضح في مطالبات كبيره جدا للامن على مستوى كل محافظات مصر بانه يشد حيله شويه، بانه يكون متواجد، بانه تكون في يد من حديد، بانه يكون في خطط علشان يقدروا يمسكوا العصابات دي، وانه يكون بيتعامل الناس كلها سواسيه، مش ناس نقدر نلاقي فعلا انه بحفيدة السادات اللي رجعت في ساعات قليلة وقبضوا على الشخص وقبضوا على كل حاجة وما دفعش فدية وكل ده، والأولاد دي فعلا لا قدر الله لو دول ما قدروش يدفعوا أو لو كان حصل حاجة لأولادهم كان إيه اللي هيحصل. بنناشد بالنسبة للأمن أنه يعود للشارع المصري في كل نجوع وفي كل شوارع مصر، مش بس في مصر نفسها لكن في كل مكان. ده واضح نداء كبير جدا النهارده في حلقتنا. احنا معانا برضو مع حضراتكم الاستاذه فيفيان من كندا، بنرحب بيكي استاذه فيفيان. اهلا يا دكتوره منى، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ انا برضو عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا عارفه ان حضرتك بتحبي دايما نصلي من اجل كل الامور اللي بتحصل في مصر، لكن انا عايزه بس اقول برضو خبر تاني علشان برضو بنشكرهم انه امن، يعني نبقى برضو ايه معتدلين في الامور. امن المنوفيه انقذ كنيسه العوالي من الحرق على يد متشددين. فرضت قوات الامن بالمنوفيه كردون حول كنيسه السيده العذراء بقريه العوالي بمركز اشمون بعد ان تجمهر حولها عدد كبير من المتشددين المسلمين في محاولة لحرقها للصقر لأحد الشباب المسلمين اللي أصيب بجرح في الرأس على يد قبطي إثر مشاجرة بينهما. قوات الأمن المركزي وصلت في الوقت المناسب، نشكر ربنا يعني في برضو واقعة أهي، يعني نشكر ربنا برضو أن تم يعني السيطرة على الموقف وتمكنت من حماية الكنيسة قوات الأمن دي، ولم يتعرض أحد من العائلات القبطية البالغ عددها 100 لأي أضرار. فبحيث أن احنا نبقى بنعرض برضو كل الأمور، ونشكر ربنا أيضا من أجل أنه حمى الكنيسة كنيسة العذراء في مركز أشمون في المنوفية. اتفضلي يا أستاذة فيفيان. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك لو ينفع آخر ثلاث دقايق في برنامج حضرتك، يعني لو بدل ما نذيع الترنيمة حد من الكنترول روم يصلي معانا وإحنا نصلي معاه، يصلي للبنات وللشفاء ليهم لرجوعهم، يصلي للانتخابات، يصلي لأهاليهم، على أساس تبقى حاجة ثابتة وإحنا عارفين ميعادها، يعني نعملها. أنا بقول يعني لو أمكن ممكن ندرس الموضوع ده. احنا يمكن برضو بنزع الترنيمة وبنقول ان بنحاول برضو نجيب ترنيمة تكون ليها علاقة بالامور اللي بتحصل، وبنقول ان في الوقت ده طبعا دعوة ايضا للصلاة. لكن ممكن حضرتك يعني في اقتراح برضو تاني على فكرة كان اقترحه الاسيس امير شوقي ايضا، انه ممكن ان احنا برضو نجيب في حلقتنا حد يربط لنا ما بين الاحداث اللي بتحصل بنظرة الكتاب المقدس، على اساس ان احنا برضو ان احنا برنامج ما احناش قناة سياسية، احنا قناة مسيحية وبنعرض الأشياء والأمور دي كلها في إطار أنه إيدين المسيح يعني بتحوط كل شيء. فممكن دي اقتراحات هنحاول دراستها فعلا أستاذة فيفيان، يعني بنشكر هي حضرتك. بس الفكرة أن هي هتبقى دقيقة أو دقيقتين، يعني الموضوع مش هيبقى صعب، ولما هنشوف نتيجة الصلاة الناس هتتشجع وهتصلي طول الوقت، يعني هي مجرد اقتراح يعني. لا أنا فاهمة، وإحنا بنحاول صدقيني بندرس كل الاقتراحات دي وبنبقى سعداء. أنا أسفة أن الحلقة اللي فاتت حضرتك ما تمكناش بأن احنا تكوني حضرتك معانا، وخصوصا ان كان معانا برضو خبر عودة الطفلة مريم ناروز، مش عارفة اذا كان مريم عاطف ولا مريم، يعني الطفلة اللي 14 سنة اللي كانت هي وبنت تانية بعد امتحان الدور الثاني، وكان والدها عمها معانا كان من حلقتين، رجعت وقلت اعزائي
المشاهدين ان لو في اي جديد هقول لكم. فعلا اسمها مريم عاطف ناروس، انه حضراتكم هي كانت في التحرير هي والبنت صاحبتها دولة، وللاسف الشديد ما اتصلوش باهاليهم علشان يقولوا لهم هم فين وقعدوا، كان الكام يوم اللي اختفوهم دولة في التحرير، فالموضوع ملوش اي علاقه خالص بمواضيع طائفيه، نشكر ربنا ورجعوا بالسلامه يعني. لكن في برضو متداول دلوقتي يا استاذه فيفيان على بعض على الفيسبوك وعلى بعض المواقع فيديو بيبين انه في مخطط، وواحده من المنيا من اسره من ابو قرقاص تقريبا، وبيقولوا ان كان في مخطط لاسلامتها وتصويرها بمشاهد مش مظبوطه والكلام ده كله، وانه اللي بيأسلم واحده في المخطط ده في المنيا بياخد 30,000 جنيه. ما هو انا كده بقول لحضرتك الموضوع دلوقتي مش احنا في مرحله مش محتاجه وعظ، احنا في مرحله محتاجه صلاه. فلو هي دقيقتين هي دقيقتين، احنا لينا سلطان الكلمه، يعني كل كتاب المقدس ده وعود، اللي هيصدقها وهيصدق ان ليه سلطان الكلمه بتتقال على موضوع البنات او على موضوع الانتخابات، هنلاقي اللي احنا يعني طالبينه. هي مش حاجه صعبه على ربنا، هو مستنينا بس نصره. فلو اتحدنا كلنا، مش الفكره ان في حد بيصلي ايديه بتنور، بس الفكره انه عدد كبير بيصلي في وقت واحد وبيصرخ في وقت واحد، فربنا هيسمع. فاهمه حضرتك. الموضوع مش هياخد اكتر من دقيقه او دقيقتين، واللي يعني على الاقل جزء كبير من المشاكل دي هيتحل. لو انا اوعدك ان احنا ممكن بجد فعلا ننفذ الموضوع ده باذن ربنا من الحلقه الجايه يعني، وحضرتك لما بتبقي معانا هنعتبر ان الدقائق دي حضرتك بتقدمي دعوه للكل ان هم يركعوا ويصلوا مع حضرتك في الوقت ده، ف وهنخليها باذن ربنا، هنسعى جاهدين ان يكون ده يعني حاجه ثابته في حلقتنا باذن الله. صدقيني والمشكله هتتحل، كل حاجه هتتحل باللي احنا بنعمله ده، حتى لو كانت دقيقه واحده، بس كلنا متحدين على حاجه واحده، لان ربنا قال اذا اتنين اتحدوا على حاجه على الارض هتكون ليهم، لان احنا بنطلب حسب مشيئته. امين. نصلي كلنا يا جماعه، كل اللي بيتفرج يصلي معانا هي دقيقه، وحتى في الاعاده يصلي معانا تاني. يا رب بنشكرك وبنعظم اسمك، لانك اله صالح، اله حي، اله موجود، سامع الصلاه ومعودنا انك دايما سامع الصلاه. يا رب بنشكرك لان لينا فيك النعم والامين، بدم بنطلب حسب ارادتك، واحنا طالبين العدل يا رب. جايين النهارده بنطلب العدل لاجل مدلين ومنى يعقوب وفيفيان عادل وجيلان واماني وكل بناتك، انت عارف هم فين، حتى لو احنا مش عارفين جوه مصر او براها، انت ليك الارض وكل ملؤها المسكونه وكل الساكنين فيها، بنغطيهم بدمك في اي مكان موجودين فيه، بنطلب نعمه خاصه في عينين اللي بيتعاملوا معاهم، بنضع من هيبتك تضع من مجدك وهيبتك عليهم، تحميهم زي ما حميت ساره وترجعهم زي ما رجعت عيلة داوود، انت عارف هم فين يا رب. بنطلب شفاء روحك القدوس، بننتهر كل روح يأس، كل روح خوف من حواليهم يا رب، انهم يشوفوا ايديك وتتمجد بيهم، واللي الشيطان عمله للشر زي ما حولته في حياة يوسف يا رب، انت تحوله للخير وتتمجد بيهم وتطلقهم في اسم الرب يسوع، اطلاق ليهم يا ملائكة الرب. احنا عارفين ان انتم بتسمعوا لما بنتكلم وبنقول بكلام الرب، انتم بتسمعوا كلمة الرب، تروحوا تطلقوهم في اسم الرب يسوع، تروحوا تطلقوهم، تروحوا تعملوا سور نار حواليهم. بنغطي بدمك كل مكان دعي عليه اسمك، كل شخص ضاعي عليه اسمك يا رب، انت تفتح العيون وتعرفنا المجد والغنى اللي لينا فيك وسلطاننا اللي لينا فيك يا رب. بنطلب يا رب سلام لاهاليهم يا رب، احنا عارفين ان التجربه صعبه عليهم، انت تفتح عينيهم، انت تمنع كل روح ياس، ويا رب تكشف ليهم انك موجود وانك عادل وانك هترجع البنات دي وهتشفيهم شفاء روحك القدوس وفرحك وسلامك ليهم ولاهاليهم يا رب، عشان ما يعملوش اي عمل يندموا عليه بعد كده. تنزع كل روح ياس من قلبهم يا رب، وتقولهم انك موجود وانك قلبك موجوع عليهم اكتر مننا، لان انت قلت في تثنيه اللي يعمل كده ده كانه قتل، في عينيك دي جريمه قتل، وانت ما بتسكتش على جريمه القتل. مد ايديك للبنات بشفائك ليهم، شفاء روحك القدوس ليهم ولاهاليهم، ورجوع كامل ليهم. بنشكرك لانهم راجعين لاحضاننا يا رب وحضنك تاني يا رب، وبنشكرك لان في سلام في المكان اللي هم هيبقوا فيه وفي راحه ليهم، انت هتتمجد معاهم وبيهم يا رب. بنصلي لاجل الانتخابات اللي جايه، وبنصلي ان ارادتك هي اللي تتم في مصر، ارادتك اللي هي المرضيه والصالحه والكامله هي اللي تتم في مصر. يا ملاشي افكار الامم ومبطل مؤامرات الشعوب، مؤامرتك هي اللي تثبت لمصر في اسم الرب يسوع، مؤامرتك هي اللي تثبت لمصر. خراب على مشورة الأشرار وعلى تجمعاتهم وعلى كل عمل ليهم، انقسامات وروح رديء ما بينهم، انزعاج ما بينهم، يكون كلامنا نار زي ما جعلت كلامك في فم أرميا نار، ومشورة الأشرار وتجمعاتهم أشي يحرقها في اسم رب يسوع. احنا لينا السلطان ده منك،
احنا لينا السلطان ده منك، لينا ان الكلام اللي بنقوله بقوتك وبقوة روحك القدوس يفك ويحرر وينهي كل مشاكل وينهي كل تعب وينهي كل عمل لعدو الخير، بننتهر كل روح زنا، كل روح قتل، كل روح ضد المسيح من مصر، يا ابليس مصر للمسيح. مبارك شعبي مصر، مبارك شعبي مصر، مبارك شعبي مصر. انت تمسك مصر، انت تتمجد في ارض مصر وتحول كله للخير، كل شخص بعيد عنك مسيحي بالاسم او ما يعرفكش انت تتمجد معاه زي ما تمجدت مع شاول يا رب. تخلص الاسرار من شرهم وتنجي المساكين من ايديهم يا رب، تخلص الاسرار من شرهم وتنجي المساكين من ايديهم، كلهم مساكين يا رب وما يعرفوكش، لو عرفوك يا رب كل حاجة هتتغير في أرض مصر. في اسم الرب يسوع سلام وبركة وأمان وحماية، ومشورتك هي اللي بتتم في مصر، مشورتك هي اللي بتتم في مصر. يا ما قلت مبارك شعبي مصر واللي انت تبارك يا رب. احنا مؤمنين ان مش ممكن حد يقدر يلعنه. في اسم الرب يسوع سلام وأمان وحماية وخير وبركة لكل شعب مصر. أمين. نشكرك يا رب على لأنك سامع الصلاة، ونشكرك لأن واثقين في استجابتك. في اسم الرب يسوع وجميع مصاف قدسيك وشهدائك في أرض مصر. أمين يا رب. أمين. أمين يا رب. نشكرك أستاذة فيفيان، وبنشكر مشاهدينا اللي كانوا برضو رافعين صلواتهم، ويعني فعلا نقول الصرخات والأنات من أجل شعب مصر ومن أجل البنات المختفيات كلهم اللي ذكرت أسميهم فيان واللي احنا ما ذكرناهمش كلهم يا رب، حتى لو تم الإعلان عنهم. ودايما بقول ده، لو حتى طلعوا لنا فيديوهات وقالوا لنا ان هم أسلموا او الكلام ده كله، لكن احنا منتظرين ان انت تتمجد يا رب وترجع كل البنات دي لحضن المسيح والأسرهم مرة تانية. أعزائي المشاهدين، احنا معنا أستاذ مجدي من الهيئة القبطية من كندا، بنرحب بحضرتك معنا أستاذ مجدي. طيب معلش فقدنا الاتصال، نتمنى ان احنا نتواصل تاني مع حضرتك استاذ مجدي، يعني كلمنا مره تانية. وزي ما قلت لحضراتكم احنا يعني هنستقبل مكالماتكم في الاوقات اللي اثناء بقيه الوقت من الحلقه، اهلا بيكم وكل ارائكم بنرحب بيها. معانا استاذ نادر شكري الناشط القبطي المعروف والصحفي، علشان برضو يقول لنا ايه اخر التطورات في مصر. بنرحب بحضرتك استاذ نادر. اهلا بيك يا فندم. انا دكتوره. اهلا بحضرتك، احنا دايما بنسمع منك اخبار جديده يا استاذ نادر، ولو في البدايه حضرتك حابب تعلق عن الموضوع الاخير بتاع نيافه الانبا بولا في الكاتدرائيه وبعد البيان، هل في اي جديد يا ترى؟ لا، الحقيقه انه اللي حصل انه الاوضاع زي ما هي، ما تمش في اي جديد، ما زال الاشخاص اللي عندهم مشكلات خاصه بالطلاق وتصريح الزواج الثاني منتظرين حل من الكنيسه، بيحاولوا ان هم ينظموا وقفه احتجاجيه مره ثانيه. كانوا منتظرين طبعا ان قداسه البابا النهارده يكون ليه اي تصريح في وعظته على الاحداث اللي حصلت، لكن البابا يعني لم يرد، رغم ان كان موجود بعض الاشخاص داخل المحاضره قاموا بمقاطعه قداسه البابا، لكن حتى الان لا يوجد تصريح، والامور منتظره حل. انه طبعا هناك تطورات خطيره في الموضوع، اعتقد كنتم متابعين التفاصيل اللي حصلت في الكاتدرائيه، ويعتقد ان المشكله بتتزايد كل شويه. بس هم كان استاذ نادر كان الاخبار قالت ان هم هيظلوا معتصمين، وبعدين لحين عزل الانبا بولا، وبعدين طلع خبر تاني قال انه تم فض الاعتصام ده، وان طلع البيان من الكاتدرائيه اللي يعني، وتم ايضا الاعلان وفي قناه السي تي في، واحنا دلوقتي اتكلمنا برضو عنه. فالوضع، هل لسه في ناس دلوقتي مجتمعين عند المجلس الملي؟ لا، هو ما كانوش، هم ما قرروش الاعتصام مفتوح، يعني هو كان اعتصام لحد بالليل. يعني حتى تم خروج الانبا بولا والكهنه اللي معاه من الباب الخلفي. ده يوم الاثنين، يوم الاثنين في الميعاد بتاع المجلس، لان هو نيافه الانبا بولا دايما بيروح الاثنين والاربع، فالمشاهد اللي احنا عرضناها دي كانت يوم الاثنين تقريبا الساعه 9 بالليل طيب. بعد ما نقول يعني، فهم بيحاولوا يعني بيدوا فرصه لان الكنيسه تحاول تقعد معاهم وتشوف المشاكل المطروحه، وهناك بعض الاشخاص بيقول انه محتاج اعاده النظر في ملفاته يعني. فدي لسه قضيه منظوره، واعتقد انه احنا انا كنت النهارده مع احد اعضاء المجلس الافريقي وقال انه احنا ما نقدرش ان احنا نخالف شريعه الكتاب المقدس مهما يكون، لانه الاسباب المطروحه واحنا طرحنا وعرضنا اسباب الرفض، لكن انه البعض يحاول استغلال المظاهرات او الاعتصامات اللي خدت مصر بعد الثوره، انه فاكرين انه بالطريقه دي هيتم
تعديل او الخروج عن الكتاب المقدس، فده شيء صعب ومستحيل. وفي نفس الوقت طبعا الناس ما زالت عندها العديد من يعني الحجج انه هم عندهم مشكلات من سنوات طويله وما لهاش حل، وانه هم صعب جدا انه صعب عليهم ان هم يغيروا ديانتهم او يتركوا ديانتهم ويشيلوا اسمهم عشان يلجأوا زي بعض الناس اللي عملت كده علشان تخرج من المأزق بطلاق او تصريح الزواج. تمام. فدي مشكله احنا بنقابلها، وطبعا قابلناها حتى مع عدد من العائدين المسيحيه اللي رجعوا وعملنا لقاءات معهم، فكان معظمهم تغير ديانته للهروب من هذا المأزق يعني. بس نشكر ربنا في الاخر، رجعوا اهم يا استاذ نادر. وهل دلوقتي احنا برضو كانت القضيه دي طالما ان حضرتك فتحتها انه ما كانش في اي تنفيذ للاحكام الاخيره بان هم يتم تغيير البيانات بتاعتهم في البطائق برضو لغايه او في اثبات الهويه، لغايه دلوقتي ما فيش اي جديد في القضيه دي حضرتك؟ لا خلاص، ده قرار نهائي محكمه القضاء الاداري، ده وضعت حكمها، واحنا خدنا صوره من حكايه الحكم بإلزام الداخلية بتغيير البيانات رسميا، لأنه ده كان آخر يعني آخر نقضة وآخر طعن، والمحكمة الدستورية العليا ردت فيه وأدت موافقتها أنه من حق الأفراد تغيير ديانتهم، لأنه لا يعني من الخطر على المجتمع أن يعيشوا بوجهين يعني على غير حقيقته، فبالتالي ده إلزام رسمي للجهات. لكن هل تم التنفيذ اي حاله منهم ولا لسه للاسف يعني؟ تم تنفيذ فعلا بعض الحالات منهم، وتم تغيير دي. طب ده خبر رائع يعني، نشكر ربنا طبعا، ده حاجة جميلة جدا يا استاذ نادر. هل في أخبار أخرى حضرتك تحب تطلعنا بيها؟ وأنا عارفة إنه حضرتك ماسك الملف القبطي في جريدة اليوم السابع وأيضا في بعض المواقع المسيحية الأخرى، وحضرتك فعلا يعني بتفاجئنا بأخبار وآراء جميلة يعني. ربنا يخليك يا فندم، احنا دلوقتي بس يعني احنا بنتابع الملفات الشائكه او الملف الشائك الخطير بتحالف الطيارات الاسلاميه. نعم. ودعوتها ل المليونيه يوم الجمعه 29 اطلقوا عليها جمعه الشريعه، وده طبعا بيتصدوا فيها للمبادئ الفوق الدستوريه، رفضهم التام لهذه المبادئ على اعتبار ان هم بيدعوا انه يتم ده تاجيله لحد الانتخابات البرلمانيه. وده طبعا يعني مفيش شك ان هم بيتصوروا ان هم الاغلبيه في المجتمع، وحاطين خطه او طريقه ليهم ان هم هيتسخوا الانتخابات البرلمانيه، وبالتالي هيكون ليهم السلطه ان هم يكونوا اللجنه اللي هتشكل الدستور، وهذه اللجنه هتقوم باعداد دستور يتماشى مع مصالحهم وياكد فكره الدوله الدينيه. بس استاذ نادر، هم برضو هم مش عايزين دلوقتي اللجنه اللي كانت اعلن عنها اللواء الفنجري في البيان بتاع المجلس العسكري الاخير، هم معترضين على ده وعلى الوثيقه دي وعلى هم عايزين برضو الانتخابات اولا، مش كده برضو؟ مظبوط، هم رافضين المبادئ الحاكمه اللي اعلنها المجلس العسكري بشان القواعد اللي هيتم على اساسها اختيار اللجنه هتعدد الدستور من دلوقتي. تمام. هم رافضين ده وبيتحججوا بفكره الاستفتاء والتعديلات الدستوريه. اللي انا عايز اقوله انه الاخوان انكشفوا بطريقه يعني موضوحه جدا بعد تاكيدهم دايما وتصريحاتهم اللي شبعنا منها على فكره مدنيه الدوله، فاليوم الاخوان بيعلنوا عن وجههم الحقيقي بالظبط هذه المبادئ، وبياكدوا على هويه الدوله الاسلاميه، وده كان طبعا يعني بالنسبه لهم ظهور فاضح على يعني تصريحاتهم الكاذبه خلال الفترات الماضيه وتضامنهم مع التيارات السلفيه والجماعه الاسلاميه في هذه المليونيه. طب رد الناس اللي في التحرير كان ايه على الدعوه للمليونيه دي يا استاذ نادر؟ وخصوصا انا برضو استوقفني شيء وانا كنت بحاول اناقشه مع الاستاذه اقبال، انه هم داعيين للمليونيه في التحرير ايضا. طب يعني ما هو الناس معتصمين في التحرير، القوى الاخرى والاتحادات الاخرى للشباب والائتلافات الاخرى، فازاي هم بيدعوا برضو لنفس المليونيه في نفس المكان وهو التحرير؟ هو الحقيقه هم لسه ما حددوش طبعا المكان بالتحديد، لكن هم واضح
ان هم نوع من استعراض العضلات اللي عايزه تعمله السيارات الاسلاميه بإثبات وجودها انها موجوده في الشارع، على اعتبار انه فهموا غلط او تصوروا انه بانسحابهم من مدينه التحرير ان المدار هيتم اخلاؤه وانه هم القوه الوحيده، وده اللي تم برضو كشفه وكشف حجمهم بدايه من جمعه الغضب الثانيه، بدايه من الجمعه اللي بعديها جمعه الصفير لما انسحبت السيارات الدينيه، لم يهتز بمدار التحرير ولم تقل الاعداد الموجوده، فوضح انهم ليسوا بالقوه الكبيره. فهم بعودتهم للدعوه الاماميه عايزين يستعرضوا العضلات، على اعتبار ان المجلس العسكري استبعدهم من فكره الحوار حوالين المبادئ الحاكم، وهم اصدروا بيان شديد اللهجه الى المجلس العسكري بيرفعوا فيه الى الصدام لتجاهلهم التيارات الاسلاميه، وقالوا ان احنا يعني نحن حتى الان نضبط النفس، ولكن اذا استمر هذا الوضع فسوف يعني لا نريد ان ندخل الصدام، وده تهديد في حد ذاته الى المجلس العسكري من التيارات الاسلاميه، وده اللي احنا كنا بنقول عليه من انا يعني التيارات الاسلاميه. الحاجات دي يمكن طبعا بنشكرك ان حضرتك وضحتها استاذ نادر، لكن انا عايزه رد الفعل من الشباب اللي في الثوره والمعتصمين على هذه الدعوه وعلى هذا التحدي للمجلس العسكري في النقطه دي بالتحديد من قبل هذه القوى الاسلاميه. ما فيش شك طبعا انه الشباب والقوى الوطنيه الموجوده المتحالفه او إتلاف القوى الوطنيه اللي بتزيد عن 130 قوه الشباب والحركات الاجتماعيه رافضة هذه التهديدات من التيارات الإسلامية، ورافضة كسر إرادة الشعب، ورافضة أنهم لن يقبلوا أي تهديدات من التيارات الإسلامية، وهم على استعداد، وهم قبل كده واجهوا التيارات الإسلامية في جمعة الماضية عند إخلاء الميدان، عندما أرسلت جماعة الإخوان تهديدات إلى المنصات بالتحرير أن هم يخلوا الميدان، ورفضوا وأصروا على موقفهم. فالقوى الوطنية الآن لا تعير أي اهتمام لهذه الطائرات، على اعتبار أن هناك بالفعل محادثات من الطائرات القوى الوطنية من خلال لجنة الوفاق الوطني مستمرة في عملها، مستمرة في المحادثات، ومستمرين في صياغة المبادئ الفوق الدستورية. أتصور أنه أن الشباب في التحرير قوي وقادر على تصدي لأي تهديدات من شباب الأحزاب وشباب ائتلاف الثورة، وهم الأساس والكيان لهذه الثورة. ده مش جديد على الطائرات الاسلاميه، من قبل واكثر من مره جاء يعني دعت لجمعه الشريعه وخرجوا قبل كده، واعتقد انهم خرجوا في جمعه التطهير من جامع الفتح حتى ميدان رمسيس، وكانت القوه ضعيفه جدا لم تؤثر في اي شيء، وكانوا موجودين في ميدان التحرير ولم يكن لهم صوت داخل الميدان. فتصور ان الاتجاه العام في المجتمع المصري بيسير اتجاه الدوله المدنيه او اهميه وضع المبادئ فوق الدستوريه، خاصه ان الشعب المصري بدا يرى حقيقه هذه التيارات المتلونه والمخاوف منهم المسلمين قبل الاقباط كمان. تمام. مع الوقت هذه التيارات بدات تنكشف يعني. ده شيء جميل طبعا جدا يا استاذ نادر، واحنا بنتمنى من القوه دي طبعا ان هي، لان احنا بنقول دلوقتي ان هم حتى كانوا اعلنوا حاجه كده ان هم رافضين اي تواجد لاي رموز دينيه سواء مسيحيه او اسلاميه في الميدان، على اعتبار ان هم عايزين يقولوا ان كل اللي بيحصل ده كله مدني وانه في فصل للدين عن السياسه. وده حصل فعلا، واحنا يعني كل الاقباط متضمنين في نادي التحرير والاتحاد شباب نزيرو من يوم ما بدا الاعتصام، وهم موجودين في الخيام، ومنهم دخل في عمليات اضراب برضه مع ائتلافات شباب الثوره من اجل تحقيق المطالب. الاقباط هم دلوقتي جزء من النسيج الوطني، خرجوا عن نطاق اسوار الكنيسه، وليهم صوتهم وليهم مكانتهم وليهم دورهم داخل الميدان، على اعتبار ان هم مواطنين مصريين ناس بصفتهم الدينيه. تمام. في اي اضافه ثانيه في اي اخبار حضرتك تحب تضيفها لنا استاذ نادر؟ لا يعني احنا كل اللي احنا منتظرينه دلوقتي بس فكره استقرار الوزاره علشان يتم تشكيل لجنه العداله الوطنيه اللي المفروض استقال منها الدكتور علي الغسيل اللي يشكلها الدكتور عصام شرف، علشان تنظر الى قضايا الاحكام والاحداث الطائفيه. فطبعا اللجنه تم تفكيكها وبيبدا اعاده تشكيلها مره ثانيه،
علشان تستأنف عملها بخصوص القانون الموحد بدور العبادة وقانون تجريم التمييز الديني. هذه الأمور حتى الآن متوقفة. طبعا احنا برضه كتير متابعين قضية أبو رقاص وتأجيلها لشهر 10، وأعتقد أن التأجيل ده في حد ذاته ما كانش يعني صحيح أو في المكان الصحيح، لأنه ربما ده يؤدي إلى زيادة التوتر أكثر في أبو رقاص. فكنا نتمنى أن الأمور يتم حسمها مبكرا، يعني قبل، خاصة قبل دخول في عملية الانتخابات البرلمانية، يعني ساعات لأنه في وقت الانتخابات أكثر بيتم استخدام ورقة الدين بشكل سيء، وبيتم الضغط على الأعضاء فيه، وإحنا بنشوف أكبر الأحداث بتتم فيه قبل الانتخابات البرلمانية. فدي معظم الأحداث يعني اللي حصلت في هذا الأسبوع. أعتقد إنه أنا كان لي لقاء مع قضية البابا، في أثناء لقائه مع السفير الدنمارك والاتحاد الأوروبي، وكان قدس البابا يعني بيدعو إلى مصر بالسلام، وكان رافض طبعا فكرة الدواعي إلى الحماية الدولية على مصر، وبيحكد على يعني اهتمامه ورعايته وخوفه على البلد. وأعتقد ده شفناه أكثر. ده حضرتك سمعت كلام معين من فم قدسة البابا شخصيا؟ يعني كان قال إيه بالنسبة للجزء ده؟ كان لقاء يعني وجه لوجه مع قدسة البابا، بينه وبينه يعني. نعم. وجهت لي بعض الأسئلة، وهو يعني قدس البابا مهتم جدا بمصر، وأعتقد ده واضح أكثر قوي في لقائه مع سفير مصر في أثيوبيا واهتمامه بملف مياه النيل، وحرصه على إنه هيرسل يعني لجنة للكنيسة الأثيوبية علشان تحاول عملية الضغط على حكومة أديس أبابا من أجل الحفاظ على حصة مياه النيل لمصر. تمام. لكن بالنسبة لجزئية الحماية الدولية وكده، يعني كان كلام قدسة البابا إيه؟ يعني حضرتك سمعته قال إيه يعني؟ لا، البابا اللي كان وقال إنه يعني فكرة يعني برفض حاجة اسمها الحماية الدولية، وإن إنه دايما إن الأباط ليهم وطنية، وإنه مشاكل بتاعتها تتحل جوه مجال حماية. يعني ده كان كلام من قدسة البابا في المقابلة الصغيرة اللي حصلت بينه وبينه عند لقاء السفير الدنمارك. تمام. طبعا احنا بنشكرك يا استاذ نادر جدا لكل هذه المعلومات القيمة جدا، وخصوصا بالنسبة للقاء قدسة البابا وكلامه وتعليقاته على كل الأحداث الأخيرة طبعا. ويمكن كتير برضو بالنسبة لقصة الحماية الدولية دي، بيقول لفظة الحماية الدولية هي تدويل القضية إعلاميا، والتدويل من حيث انه يبقى فيه ضغط من بعض الحكومات على حكومة مصر وعلى الأمور اللي بتحصل من اضطهادات طبعا للأقباط اللي بيحصل ده. يعني احنا كلنا بنقر ان في أشياء طبعا وانتهاكات كثيرة بتحدث للأقباط، لكن القصة انه الأمر محتاج تدويل إعلاميا، وفي مؤتمرات وفي حاجات مساعي كتيرة جدا بتحصل أيضا علشان خاطر يتم تدوير لهذه القضية، ويعرفوا الناس اللي في الكونجرس والناس اللي هم معني في الأمم المتحدة بأنه في انتهاكات لمواثيق اللي مصر موقع عليها بالنسبة لحقوق الإنسان، بالنسبة للمواثيق المتفق عليها من الأمم المتحدة. وده طبعا مهم جدا، لحنا لا ننكر هذا الجانب أنه في غاية الأهمية علشان فعلا كل الأمور، وأنه كمان المساعي اللي بتحصل من داخل مصر أن يكون في قانون ضد التمييز، دي برضو أيضا هتفرق كتير في الفترة اللي جاية. إحنا بنعتذر، معلش، وكان استاذ مجدي كلمنا تاني لو ممكن، انا يعني مش عارفه وقت البرنامج يسمح ولا لا، لكن احنا معانا استاذ جرجس دلوقتي متصل بينا. اهلا بحضرتك استاذ جرجس. اهلا بيك. انا احب البرنامج بتاعكم. شاكرين جدا واحبه جدا، وكل الناس اللي اتكلموا فيه ناس عقلاء كويسين كل حاجه، بس البروبلم You did not invite anybody from the human right. You are a media company. And you are incorporated where? In California? نعم. يعني حضرتك تقصد عايزنا نستضيف حد معني بالنسبة للحقوق الإنسان من الـ human rights؟ نعم. Councilman or a congressman or a senator. Just to show the to let him know what's happening overseas, especially somebody from the foreign affairs to understand what is going on, because we pay money for the oil
which we got from Arabia Saudi and all the sudden تمام. The people احنا بس عايزين هنحاول نترجم بالعربي استاذ جرجس علشان بس مشاهدينا yes. مشاهدينا بس اللي بيسمعونا في البلاد العربية كلها وفي مصر عايزين نفهمهم ان حضرتك بتطالب ان احنا لازم يكون في ناس من المعنيين بالنسبة للأمم المتحدة في امريكا من الكونجرس او من المعنيين بحقوق الانسان علشان خاطر ان اللي موجودين في امريكا او الشعب الامريكي اللي بيدفع ضرائب وبيدفع فلوس وبتروح منها اعانات لمصر لازم يفهم ايه اللي بيحصل في مصر في يعني من اضطهادات للأقباط. مظبوط كده؟ ده ولو حضرتك عايز تكمل النقطة معلش لو قدرنا نكمل بالعربي اتفضل. نعم اعملي معروف ان احنا بنأيد العربية السعودية والعربية السعودية هي the main problem in the Middle East. They want to spread Islam. They want to convert all the Christian people. مين احنا تقصد اللي عايشين في امريكا يا استاذ جرجس؟ To the imams in the masjid in Egypt. They paying them monthly fee to preach Wahhabi. How in the world the Congress and the people of the United States who consume their oil to understand this? We're paying this money and this money going against us. تمام فاهمة حضرتك. هنترجم للمشاهدين واحنا بنشكر حضرتك للنقطة دي طبعا انه حضرتك مش راضي عن انه في فلوس بتدفع بالنسبة للبنزين او للنفط والفلوس دي لما بتتجاب الحاجات دي من السعودية وبالتالي احنا بندعم اقتصاد السعودية اكتر وده بيكون بيدفعه بقى لناس وللحملة الوهابية او للحركة الوهابية في مصر وبالتالي بتيجي ضد الاقباط. فحضرتك عايز نعمل اويرنس او توعية من هذه النقطة واحنا بنشكر حضرتك وبنسعى وانه احيان كثيرة برضو دكتور رأفت بيكون معني بالنقطة دي. دكتور رأفت ويليام معنا في بعض الحلقات اللي بتيجي على الهواء بيكون هو برضو مختص اكتر بالنسبة للقصص بتاعت الكونجرس وبالنسبة للنوعية دي. وايضا احنا كنا عرضنا ان كان استاذ مجدي خليل في المؤتمر اللي فات المؤتمر ان هو مش هيسمحه لانه مسيحي الوطن العربي او مسيحي مصر يدفعوا ثمن الربيع العربي في الاحداث اللي بتحصل كلها في الوطن العربي. ده كان قدام الكونجرس برضو الامريكي وكان بيقال انه في 9 من الكونجرس كانوا موجودين وعرضوا القضيه قدامهم وان في مساعي ايضا بتحصل من كندا. انا معلش يعني استاذ مجدي اكيد كان عايز يبلغنا بحاجات لكن طبعا زي ما بقول لحضراتكم ان احنا معنيين بهذا الامر وانه مش هاملينه ابدا وان ده مهم جدا زي ما قلنا اللي هو تدويل القضيه اعلاميا امام كل العالم وامام المعنيين في الامم المتحده عشان يعرفوا ان في انتهاكات بتحصل ضد الاقباط في مصر وبالتالي يكون في ضغط على الحكومة والمعنيين في الحكم في مصر. أعزائي المشاهدين احنا حاولنا برضو نغطي لحضراتكم كالمعتاد بعض الأخبار وليس كل الأخبار وأهمها وطبعا احنا منتظرين انه ايه اللي هيتم في الجمعة القادمة برضو من ناحية اللي دايما كل جمعة بيكون في دعوة للمليونيات في التحرير غير الجمعة اللي هي يوم 29 اللي هم بيحشد ليها دلوقتي حتى في القنوات الفضائية الإسلامية علشان يكون في قوة يعني اتحاد للقوة الإسلامية للمطالب اللي احنا عرضناها على حضراتكم النهاردة في البيان. منتظرين كل الأحداث هنحاول نلقي الضوء دايما على كل أغلبية الأحداث اللي بتحصل في مصر. الصلاة والصلاة والصلاة من أجل مصرنا الحبيبة وإن إيد ربنا هي اللي ورا كل شيء وله حكمة وإحنا أكيد إن شاء الله يجي وقت وهنعرف الحكمة دي. ومصر للمسيح مبارك شعبي مصر ونتمنى أيضا الخير لكل شعوب الوطن العربي كله من كل الأحداث اللي بتحصل. انتظرونا إن شاء الله يوم الجمعة والأحداث اللي بتكون كتيرة يوم الجمعة ولقاء جديد إن شاء الله يوم الجمعة ما وراء الأحداث. وهنترككم مع ترنيمة فرصة للصلاة من أجل كل الأحداث. إلى اللقاء. يا كنيسة قومي وانهضي ده إلهك حي وأبدي ومعه أفراحك تبتدي هو يسوع ملك الملوك. يا كنيسة قومي وانهضي ده إلهك حي وأبدي ومعه
يا كنيسة قومي سبحي عنك همومك اطرحي للمجروحين دمع امسحي عند يسوع ملك الملوك يا كنيسة قومي سبحي عنك همومك اطرحي للمجروحين دمع امسحي عند يسوع ملك الملوك مجدو عليك يرى مجدو عليك يرى وإن أفضل الأرض ظلام مجدو عليك يرى مجدو عليك يرى مجدو عليك يرى وإن أفضل الأرض سأومي دوري على الخراف ونوري المجد جاي اتحضري لمجيد يسوع ملك الملوك الكنيسة قومي ودوري على الخراف ونوري المجد جاي اتحضري لمجيد يسوع ملك الملوك مجد عليك يرى مجد عليك يرى وإن غطى الأرض ظلام مجد عليك يرى Thank you.